السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب من جديد في كورس البلاند سيميوليشن يوزنج أوتوكاد بلاند 3D. المحاضرة اللي فاتت كنا وصلنا المحاضرة اللي فاتت كنا عرفنا إزاي نعمل الكيوبيد ري أوت. كنا عملنا شكل كروكي كده وحطينا عليه الإكويبمنت وعملنا لها بوزيشننج وبدأنا نرسم زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين رحنا عملنا إكويبمنت لاي أوت وقلنا هنكمل التفاصيل المرة الجاية. لو سمحتوا يا شباب قبل ما نبدأ الله يبارك فيكم، اللي عنده أي أسئلة أو مشاكل من الحاجات اللي إحنا عملناها المرة اللي فاتت أو اللي قبلها أو من يوم حتى ما بدأنا الكورس، يتفضل. أنا هفتح مجال الحوار 5 دقايق كده نشوف اللي عنده مشاكل أو عنده أي حاجة نبدأ نكبرها قبل ما نخش في التفاصيل. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم، الله وبركاته، اتفضل يا ازيك معلم. هندسة؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله والله الحمد لله. انا بس انا مشكلتي هندسة في ترتيب العمليات جوه الشركات. يعني انا حاليا شغال بايبنج، بس شغال في شركة مش كبيرة قوي، فإلى حد ما الترتيب بيبقى عشوائي شوية. بس انا عايز اعرف بقى الترتيب الصحيح في الشركات عامة. يعني المفروض اني البروسيس سيكونس، البروسيس فلو شكله عامل ازاي، مين بيكلم مين، المفروض الصح يتعمل ازاي، ما يبقاش بشكل، انا قصدي يعني الصحيح في الشركات الكبيره ما يبقاش في الشركات الصغيره بيبقى شكله عامل ازاي، الدرونز ايه اللي قبل ايه، الانبوتس المفروض ان احنا مستنيينها عشان خاطر نبتدي شغل اصلا المفروض تبقى متوفره ايه، التفاصيل الصغيره دي. لو ده مش مجالها دلوقتي في الكورس ممكن حضرتك تبقى تشرحها في وقت تاني. يعني ما فيش مشكلة يا فندم، إن شاء الله هديك نبذة مختصرة عن المكنة. بس أنا عايز أطمن بس على اللي فات. الشباب اللي عنده أي مشاكل في اللي فات الله يبارك فيه. حاضر يا باشمهندس محمد، أنا معرض على حضرتك دلوقتي حالا. شكرا خلينا بس شكرا. ناخد فكرة من الشباب اللي عنده أي مشاكل. الترتيب، أنا على فكرة مش ماشي في ترتيب، أنا ماشي بإني أوصل المتدرب اللي معايا لمرحلة إنه يفهم يعني إيه البيزكس بتاعة البلانت والبيزكس بتاعة البايبنج اللي هي الطريقة الطبيعية اللي أنا أتعلم بيها. وبعد كده لما يعرف يعني ايه كيوبمنت، ويعني ايه انواع الفيزلات، يعني ايه انواع الترمبات، يعني ايه انواع البايبنج، البايبنج بنرسمه ازاي، ايه طريقه البايبنج، الكلام ده كله اقول له بقى، نبدا نقول له الحاجات دي جبناها منين. فابدا اروح بيه الاول خالص على حاجه اسمها البروسيس فلو تشارت، اللي هو البيزك كونسبت بتاع المشروع كله، ان احنا بنرسم مثلا تانك ونرسم بامب هنا وبامب هنا ونروح نربط الحاجات دي ببعض ازاي، او البيزك اللي قبل كده كمان ان انا ايه اللي انا عايز اخرجه وايه المعطيات اللي عندي، وبالتالي ابدا افكر في فكره المشروع نفسه. فبعمل حاجه اسمها البروسيس فلو تشارت، حاجه رسمه كروكه كده، اقول والله انا لو عايز اطلع على سبيل المثال زيت صافي من زيت خام انا مش شاطه من تحت الارض، فانا عايز اشيل شويه زيت منه وشويه تراب منه ولا رمل وشويه ميه وشويه غاز طبيعي، فعمليات الفصل هنا تتم ازاي، ونبدا نرسم شكل كروكي كده. بس كروكي حاجه سيمبل لابعد الحدود، انه الخطوات بتاعتها هتتم ازاي. وبعدين الجماعه بتوع البروسيس والانسترومنتيشن يبداوا يعملوا ايه؟ يبداوا يعملوا حاجه اسمها البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام، اللي هو ده ديتيلد انجينيرنج دروينج الاساس في الشغل بتاعنا كلاته، انه بدا يعمل كالكوليشن حقيقيه وبدا يقول والله الفيزل ده يبقى طولها 21 متر والدايمتر بتاعها 3 متر عشان تقدر تستوعب الفلو ريت اللي انا عايزه وعشان اقدر اعمل فيها الفصل اللي انا عايزه. ده مين اللي هيقوله؟ المهندس بتاع البروسيس. ويقول له والله انا عايز اعمل مونيتور على الليفل بتاعها، لان الليفل لو زاد عن حد معين هيعمل اوفر فلو او وهكذا. فيبدا يخش المهندس بتاع الانسترومنت يقول له حاضر ماشي، انا هندلك القصه دي، انت عايز بس ليفل انديكيتور ولا ليفل ترانسميتر ولا ليفل بروفايلر، يعني انت عايز تشوف بس الليفل لحظيا كده، يعني كل شويه اقول لك الليفل كام على الفيزل نفسها ولا الليفل انديكيتور، فهو على الفيزل نفسها، ولا اخد لك السيجنال دي ادخلها لك جوه كنترول روم فتبقى سيجنال كنترول، انه لو الليفل وصل لحد معين اخلي الدي سي اس سيستم او الكنترول سيستم نفسه يعمل اوردر معين، ولا انت عايز انه البروفايل بتاع الليفل نفسه متغير على الطول كلاته، فابدا اعمل لك حاجه اسمها ليفل بروفايلر، انه احط اكتر من جهاز في مناطق معينه او اجيب جهاز سبيشال برسم سطح الفلو كامل وهكذا. فانت بتبدا من الاخر، انه اول حاجه بتعملها البروسيس فلو تشارت. بنبدا نعمل من البروسيس فلو تشارت حاجه اسمها البي اند اي دي. البي اند اي دي اصلا عشان تعملها بنعمل كالكوليشن كتير جدا 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 ببرامج كتير جدا. خليني اضرب لك مثال بسيط خالص، انه عندنا مثلا برنامجين مشهورين في موضوع البروسيس سيميوليشن، حاجه بنسميها البروسيس سيميوليشن.
البرنامج الاولاني اسمه، هو على فكره الاثنين نفس الشركه، بس الشركه دي كانت شركه على ما اذكر كان اسمها ايه مش فاكر والله الشركه كان اسمها ايه، بس شركه افيفا اشترتها حاليا. هي كانت تبع شركه مشهوره بالكابلات الكهربيه، وعملوا شركه افيفا اشترتها دلوقتي. فانا ممكن اوريك حاجه، هقول لك تعال نروح على اخر نموذج الاصدار الاخير فيه اكزامبلز، خليني اوريها لك. الاصدار الاخير منه سيمي سنترال، اللي هو سيميوليشن بلاتفورم، وده اصلا شغال متخصص في مجال البروسيس سيميوليشن. تعال افتح لك اي حاجه منه، تعال نتكلم ان احنا بروسيس. مشكلة البرامج دي بتبقى رخمة جدا. خلينا نقول مثلا الفريم ريت ده الاكزامبلز، عامل مثلا ده سيميوليشن لبروسيس بسيط خالص يعني، خليه يفتح وانا اتكلم لك عليه. هو البرنامج أخف من كده بكتير يعني، زي الأشياء، بس هو في حاجة مش مفهومة في الجهاز. خليني بس فيها واحدة. عندنا بروسيس زي دي كده، إنه بيبدأ يعمل الكالكوليشن بتاعك كلاته على الصفحة الخامس. شوف يا سيدي، ده سيمبلي لفلير معين. لا كبير قوي عليكم، خلينا نروح للسيمبل الثاني. معلش على سبيل المثال، ده حاجه بتبقى سيميوليشن، ده اللي بنقدر نحسب منها الكالكوليشن كام. ده ايه؟ ده حاجه على سبيل المثال، هنا مثلا عندك تربينه، وده داخل بتاع التربينه بلافتر كولر، وده مبادر حراري، وطريقه المبادر الحراري هنا ايه، وده مبادر حراري تاني، والدخله بتاعته، والخطوط بتاعت الميكسنج. المهم انا ما يهمنيش تفاصيل الكلام ده كله، انا كل اللي يهمني ان انا عايز اقول لك انه في مثلا برامج سيميوليشن، ده من انتاج شركه افيفا. افيفا دي اللي هي عامله برنامج بي دي ام اس اللي احنا بنشتغل عليه برضه، بلانت ديزاين مانجمنت سيستم. والسيميوليشن بتاع البروسيس بتبقى حاجه بالمنظر ده. طبعا انت هنا بتعمل الكالكوليشن لكل حاجه، وبيطلع لك ريبورت عن التفاصيل دي كلها، بالاكيوبمنت دي دخلت عند حراره كام وخرجت عند حراره كام، الكيلو وات بتاعك، والباور دي ايه، ولو دخلت دبل كليك على اي ايتم فيهم هتلاقي مليون ايتم هنا، وتقدر تعمل مونيتور على الورك نفسه او الفراكشن الكيو البي 1 والبي 2 والبي 1 والبي 2. فاكر انت اسمها ايه الايكويشن اوف ستيت؟ نفس القصص دي كلها بنعمل معادلات كامله، وبنعمل تفاعل في احيانا يعني، مثلا في بعض الفيزلات بيبقى عندنا رياكشن بيتم هنا، القصه تربينا وستيم وداخل عليها وبيعمل اكسبانشن وخلاص خلاص. لكن في بعض مثلا لما نجيب شمن بلوك، لما نجيب شمن دور هم هنا، تلاقي مثلا انه كم التفاصيل اللي موجوده فيه، كم التفاصيل اللي موجوده فيه ان انت تقدر تحطها وتقدر تعملها تفاعل في الاولاني وتفاعل في الثاني، وتدخل البارامترز بتاعت التفاعل، لازم توزن التفاعل كويس جدا. قصص قصص وحواديت كبيره جدا، وبعدين بتطلع من الموضوع ده كله بحاجه اسمها الديتيلد بي اند اي دي. الديتيلد بي اند اي دي شكل ايه؟ بغض النظر عن السيميوليشن بتاع البرنامج ده انا مش شغال عليه قوي، خليني اوريك الديتيلد بي اند اي دي المشروع. فاول حاجه على فكره عشان انا اعرف اشتغل جنرال ديتيلد انجينيرنج، الكلام اللي احنا بنعمله في البرنامج بتاع اوتوكاد بلاد سي ده، اول حاجه انا محتاجها محتاج بي اند اي دي. اول كلمه لازم اقول لك عليها فين البي اند اي دي عشان اقدر اشتغل اي حاجه، فلازم يكون معاك البي اند اي دي. تعال هوريك مثلا البي اند اي دي،
والله انا كنت محضر حاجات هنا برضه المره اللي فاتت. شوف الفانز دي على سبيل المثال، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بروسيس فلو شارت. ده بروسيس فلو شارت الكيميكال سكيل على سبيل المثال. عندك التانك السيمبل بتاعه اهوت، انا مش شايل دماغي خالص السايز قد ايه ولا في اي تفاصيل، وممكن تلاقي التفاصيل كلها تفاصيل فور جايدنس بس. فده مثلا التانك عليه شويه نزلات وعليه سيمبل اجيتيتور، اجيتيتور ده يعني التهليب، بقلب وخدت هنا مثلا ليفل انديكيتور وليفل ترانسميتال و يعني سيمبل حاجه بسيطه خالص كده، مفيش اي ديتيلز. الخط ده انا مش عارف السايز بتاعه كام، الخط ده مش عارف السايز بتاعه كام، وطبعا هي بتبقى اقل من كده شويه كمان. لكن على سبيل المثال دي بنسميها البروسيس فلو شارت، ان انا هعرف تفاصيل البروسيس هتتم ازاي. وبتلاقي عندك سهم كده بيبدا بالايه، بالفلو بتاعك، انه مثلا عندك هتروح تجيب حاجه اسمها فروم بلانت اير ديستريبيوشن، هتاخد خط بلانت اير وبعدين تدخله على فلتر الاولاني وبعدين ريسيفر وبعدين يخش على دايفراجم بامب عشان يشغل لك البامب دي. الدايفراجم بامب دي هتطرد ايه اصلا او هتطلع ايه؟ هي بتسحب من هنا من البرميل دوت على طريق الهوز، وهيطلع منها خط هيرمي هنا في التانك، يبقى انا بعبيه. الخط ده جايب منين؟ ممكن يجيب من البرميل، وممكن يجيب من حاجه اسمها بالك كيميكال باي تانكر، يعني انه عنده تانكر ميه وتانكر كيميكال وبيسحب منه بنفس الطريقه، يعني يسحب من برميل يسحب من التانكر وبعدين هيرمان. والقلاب طول ما الكيميكالز اللي موجوده هنا موجوده بيبدا يشتغل عليها تقليب. وانا لما باجي اسحب، بسحب ازاي؟ بسحب من النوزل اللي تحت دي وبروح على الهيدر الرئيسي، النوزل اللي تحت دي بتاعت الدرين، وبروح على الهيدر الرئيسي. عندك بقى الترومبه بتاعتك اللي هي البيستون بامب اهي، دي البيستون بامب السيمبل بتاعها، بتسحب من اهوت وهكذا التفاصيل بتاعتك. ويبقى هنا كل حاجه لها كود، يعني مثلا دي 740، هتلاقي كده مكان دي 740 اللي هو الباي سايد ايه ترانسفير ستورج تانك. الباي سايد ايه ده نوع من انواع الكيميكالز اللي بنستخدمها في فصل النفط عن مشتقاته، او فصل النفط عن الميه. والكباست بتاعه ما يزيدش، ما يقلش او ما يزيدش عن 3 متر كيوبيك متر. هو كاتب لك اهو المتر المكعب اللي هو الرقم اللي لوحده اللي بين قوسين باللتر، يبقى 3000 لتر او 3 كيوبيك متر. والانترنال دايمتر هو حاطط له مقاس تقديري علشان بس فور تندرنج، اللي هو عشان عمليات التسهيل، يبقى ايه الناس مش قلقانه. لكن طبعا ريكويرمنت، البروسيس ريكويرمنت هو اللي بيحدد السايزنج ده كله، لكن ده عشان عمليات التسهيل الاولانيه، يبقى الناس عارفه هتعملها ازاي وهكذا. فبيحط لك تفاصيل اوليه كده بسيطه خالص، وبيبقى عندك حاجه اسمها بروسيس فلو شارت. بس انت عارف انه هيعبي من البرميل ويروح يحط في التانك ويسحب من التانك على بيستون بامب، والبيستون بامب دي هيروح يرمي منها على مين؟ على خط الديستريبيوشن بتاعك اللي هو طالع ده، هتلاقي كاتب هنا بايو سايد ترانسفير. هو طبعا عشان حاطط الثلاث تانكات جنب بعض كنت حاسس ان الرسمه مكلكعه، لكن هم كل واحد مستقل بذاته ولوحده، وتلاقي الرسمه سيمبل خالص. وهو ده البروسيس تشارت. في الديتيلد بي اند اي دي، ده ايه بقى؟ الديتيلد بي اند اي دي، تعال نروح على توشيبا لاطا حليم ورك الغانم الغانم بي اند اي دي بالظبط، هي دي البي اند اي دي، نفس الخط اهو بتاع الكيميكال انجكشن. شايف هنا التفاصيل بتاعت دي بقى عشان بس يحط تانك واحد. كاتب لك بقى طبعا النزلات بتاع كل واحد، اول واحد ام واحد ده السايز بتاعه 24 بوصه، ان 8 ده السايز بتاعه 4 بوصه، والاتش اتش ال ال والاتش ال ال والان ال كلها. وكاتب لك طبعا، هو طبعا هنا مش حاططها، ممكن يكون مدرك في الجدل او مستني البروسيس ديزاينر اللي يحطها. وهتلاقي هنا البارامترز كلها موجوده، السايز ده كام، الخط ده ماشي ازاي، هنا ريديوسر 2 راح تخلي بالك منه، وبعدين هنا ده ان ار دي 2 بوصه، ده اسمه ايه بول فالف 2 بوصه، وهو نورمال كلوز يعني ما ينفعوش غير في اثناء محدده وهكذا. فهتلاقي في ديتيلز كتير جدا جدا جدا، دي اللي احنا بنسميها البي اند اي دي او البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام، ودي بيبقى محطوط عليها كل التفاصيل ديتيلد دراون. دي اللي انا ببدا منها البلاند 3 دي سيميوليشن، اللي هو الشغل اللي احنا شغالينه ده. ان انا اول حاجه اعملها، انا عارف انه عندي تانك اهو، التانك ده مواصفاته ايه؟ هو كونيكال تانك بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، وهيبقى عليه دايمنشن. خلاص انا ممكن اروح اعمله كونيكال تانك، طبعا ده مش كونيكال تانك، السامبل اللي هناك كونيكال. فهبقى عامل حسابي انه عندي سكيد هتشيل تانك صغير كده بكونيكال من تحت، فابدا ارسم ايه التانك بتاعي، وبعدين ابدا احط بوزيشننج الاكيوبمنت. انا عندي هنا ايه؟ عندي مجموعه ترومبات اهي، في ترومبه اهي بيستون بامب وعلى شويه انسترومنتيشن. فهروح اعمل ايه؟ هحط البوزيشن للترومبه الاولانيه وادي الترومبه الثانيه، وده واحده وركينج واحده ستاند باي وهكذا. فانت بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تشتغل في البلاند 3 دي على السيميوليشن بتاعت التانك نفسه. يبقى انا عندي التانك ده على سبيل المثال فرضا يعني، وعندي الترومبتين بتاعته، واحده وركينج واحده ستاند باي، وابدا اجيب البايبنج ارينجمنت. انا عايز اعرف الخط اللي هيوصل للتانك
من هنا كام ووصل على نزل رقم كام والسايز بتاعه كام. اما كان النزل انا حر، انا اللي بحدده، هو بس بيديني ريكومنديشن احيانا بيبقى واضحه في البي ان اي دي انه مثلا النزل دي لازم تكون في اوطى حته في التانك، فخلاص انا فاهم ان هي في اوضح حته في التانك لان ربطها بدرين سيستم، فهو عشان يفضي التانك في اي وقت لازم تكون النوزل دي محطوطه، لكن النوزل دي عاليه ولا واطيه مفيش اي مشكله، انت اللي بتحدد بقى ايه طبيعه النوزلز بتاعتك بتعليها وتوطيها على حسب الديزاين اللي انت بتعمله. في مرحله الديتيل بنجمين وهكذا. فهو ده البدايه اللي انا ببداها، بس انا عشان اجي اشرح لحضرتك بقول لك ان السيمبل ده بتاع بول فالف، وانت حضرتك ما شفتش البول فالف ولا اشتغلت عليه، الخط ده 2 بوصه وهو مثلا ستانلس، وحضرتك لسه ما تعرفش يعني ايه ستانلس ويعني ايه حديد ويعني ايه كاربون ستيل، والقصص دي كلها لازم تكون اوير بيها الاول علشان اقدر ادخلك على البي ان دي، فتبدا تفتح معاك وتعرف. البي ان دي حاجه سيمبل خالص، كل اللي مطلوب منك فيها تعرف بس شويه رموز ترمز لايه، يعني مثلا ال اي تي ده يرمز لايه، ال جي دي يرمز لايه، هو ده ليفل جيج وده ليفل انديكيتور ترانسميتر، ده معناهم ايه؟ ده اللي ان شاء الله ممكن نتكلم عليه في الكورس ده وممكن ما نتعرضلوش، لكن التفاصيل كتيره جدا بخصوص البي ان اي دي، وهو ده المذر اوف اول درونج. يعني احنا دايما عشان نبدا اي شغل بنروح ايه نجيب البي ان اي دي بتاعتنا، وبعدين نبدا نعمل الاريا لوكيشن زي ما عملناها المره اللي فاتت، نقول والله احنا عندنا مثلا 50 ب 70 زي ما قلنا ولا 30 ب 70، وبعدين نحط التانك ده هنا والتانك ده هنا. وقلنا ان حضراتكم في فيديوهات انا اديتها لكم بتاعت منترا، وفي حاجه اسمها البروسيس اندستري براكتس اللي هو البراكتس الطبيعي، اللي يقول لك مثلا المسافه ما بين التانك والبام دي والفيزل والبام دي، فنبدا نعمل الوكيشن للاريا ونضمن السيفتي، وبعدين خلاص احنا ساتسفايد ان هو ده احسن ارينجمنت من حيث الاكسسبيلتي، من حيث المنتنابيلتي، من حيث البروسيس ريكويرمنت، من حيث كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. فنبدا نعمل ايه؟ نبدا نعمل فيكسنج للاكيوبمنت لاي اوت، ونخرج المخطط، وبعدين نشتغل على حاجه ثانيه اسمها البايبنج ارينجمنت، ونبدا نعمل كونكت للبايب. طيب عبد الحليم هيروح دلوقتي يعمل كونكت للترومب ده ايه؟ من هنا للتانك. هو عارف الخط ده من هنا لهنا كام؟ لا انا ما اعرفهاش، انا كديتيل انجينير ما اعرفهاش، لكن انا كبروسيس انجينير اعرفها. اعرفها منين؟ من البي ان دي اللي احنا استخرجناها. يعني انا مثلا على سبيل المثال هنا عندي الترومبه اهي، عندي فين الترومبه؟ ده السيمبول بتاع الترومبه بيستون بامب، فانا عارف ان السكشن بتاعه اهو، لو رحت هتلاقيه بيسحب النوزل رقم 32 والنوزل اللي طالع هنا 2 بوص، فبقى انا عارف ان انا هاخد بخط 2 بوص هيمشي، يبقى عليه ايزوليشن فالف هنا بول فالف، وبعدين يسحب منه على الهيدر الرئيسي يدخل التانك ده، ويسحب منه الترومبه دي، ويسحب نفس الخط للترومبه الثانيه، يبقى هو نفس الخط اللي طالع من التانك بيدي الترومبه الاولانيه وبيدي الترومبه الثانيه. وهو بيدي الترومبتين بنفس السايز ازاي؟ اقول لك لان هي واحده شغاله وواحده ستاند باي، يعني هما لو الاثنين هيسحبوا مع بعض الخط ده هيبقى دبل سايز، هيبقى ضعف المقاس، لكن لان واحده شغاله وواحده ستاند باي فانت محتاج بس ايه؟ واحده بس منها، وهكذا. الشاهد من الموضوع يا باشمهندس ايه؟ انه الديزاين البروسيس بتاعتنا بتبدا ازاي؟ بتبدا اول حاجه بحاجه اسمها البروسيس فلو تشارت، يمكن وريتها لحضرتك حاجه سيمبل خالص الاول، ومن البروسيس فلو تشارت بنخش على برامج الديتيلد انجينيرنج بروسيس سيميوليشن، ونبدا نعمل الريكويرمنت بتاعنا. المفروض انا عايز اخد بايه من البلانت ده؟ فبرسم مثلا الترومبه والفيزلات والكلام ده كلاته، وبقول له والله انا عايز اطلع من البلانت ده مثلا سي 10000 متر مكعب من اليوريا فورمالدهيد في الساعه، وانا بدل البلانت ده كام؟ مثلا 30000 كذا وهكذا، وتبدا تعمل البروسيس سيميوليشن بتاعك، وتتاكد انه الريكويرمنت بتاعك هيتم ولا مش هيتم. ممكن بعد ما تعمل كده كله تقول لك لا والله عندك مشكله في السايزنج بتاع المبادره الحراريه ده، انه ده مش هيشيل الهيت ترانسفير كوانتيتي اللي انت عايز تنقله، اللي هو الهيت ترانسفير ريت بتاعك ده مش هيشيله، فانت تقدر تغير السايز بتاعه او تكبره او تعمل كذا مرحله، او لو هو برر الفلو فانت تعمله كونتر فلو وهكذا. نفس القصه بقى يقول لك والله الفيزل دي كبيره جدا على الاكتيفيتي بتاعتها، انت مثلا الاستورج بتاعها ما بيزيدش عن 50% في الكريتيكال كونديشن بتاعتك اللي هي الورست كيس سيناريو، اللي هو اسوء سيناريوهات التصميم اللي احنا بنعملها، على الورست كيس سيناريو هي 50% بس الكباسيتي بتاعتك، فانا هنا اعمل اوبتمايزيشن للفيزل دي واصغر السايز بتاعها 50% او 60% على اقصى تقدير وهكذا. فالبروسيس بتتم كده يا باشمهندس. مش عارف الكلام كده واضح ولا لا، لكن هو دايما الموضوع بيبدا فعلا في كل الشركات بالعكس. لازم المهندسين كلهم يبقوا فاهمين يعني ايه بايبنج لاي اوت، يعني ايه مخططات، يعني ايه كيوبمنتس، يعني ايه بايبنج، وبعدين يروحوا للبروسيس ديزاين. ودايما البروسيس ديزاينر زي ما قلت لحضرتك هو نادر شويه في المنطقه العربيه، دايما بتلاقي شركات عالميه هي اللي بتعمل لنا البروسيس ديزاين.
ومش حاجه صعبه. انا قلت لحضرتك ان الفكره كلها بيستخدموا برامج، يعني حتى مش هقول لك هيحسبها بايده، وان كان ان انت لازم تبقى عارف تتحسب بالايد ازاي، لكن الموضوع بتعمل سيميوليشن على برامج كتير جدا. ده احد البرامج بتاع شركه افيفا، في شركه اسمه برنامج اسمه اسبن ايسس، حضراتكم اكيد معظمكم بيشتغل عليه، اللي هو بيحطوا عليه الماجستير والدكتوراه، بتعمل الرسمه للبلانت كامل نفس القصه، وتعمل بروسيس تشارت وتبدا تشغل وتشوف ايه المشاكل اللي هيقابلك، سواء حمل حراره عند المعدلات الحراريه، فلو ريت على البايبنج، وبتعمل حتى منه كومبيتيشن فلو لود داينامكس، وتشوف البايبات بتاعها السايزنج بتاعك صح ولا غلط. انا عارف ان انا توهتك شويه يا باشمهندس محمد، لكن هو الموضوع بيبدا كده، ان انت بتبدا الاول بالبروسيس، ومن البروسيس هو اللي بيوصلك للديتيلد انجينير. برامج تصميم مهندس محمد، لو عند حضرتك اي اسئله لو سمحت تعمل بس ريز هاند، والشباب هيدوك المايك او انا هفتح لك المايك. المهندس تسلم يا باشمهندس، المهندس قسام بيسال هو ايه برامج التصميم التكنيك. بص يا باشمهندس، في برنامج، في ثلاث شركات عاملين برامج تصميم التكنيك. الشركه الاولانيه اللي انا بشتغل عليه وبحبها بصراحه لانه بيسهل عليا امور كتير جدا، اللي هو ايه، بنتلي اوتو بايب فيزل كونكت اديشن، ودي بتعمل تصميم كامل للتنكات، وفيها التنكات يمكن انا وريته لحضراتكم المره اللي فاتت، فهي شركه بنتلي، وده البرنامج، وبترفعت لكم اللينكات بتاع الداونلود بتاعه، وهو اصلا فيه اكزامبل موجود لتانك. ولما بتيجي تعمل تانك بيعمل لك تفاصيل كتير جدا، يعني انا بمنتهى البساطه خالص تقدر تشتغل عليه، هو بسيط بسيط لابعد الحدود، ومع بساطته دي كلها بيديك خارج فوق الوصف. البرنامج تبع على مدى يفتح، معلش الجهاز معايا شويتين النهارده، خليني اقول لك اون يو وهوريك واحد منهم. شوف انا بمجرد ما اعمل تانك، بمجرد ما اعمل تانك، شوف هو هنا بريشر فيزل تانك، اخر واحد هو تانك، هو بيعمل لك تصميم بكل الحاجات دي، اللي هو ايه، البريشر فيزلز والشنال ديوبيت جينجر والسيلف سبورت تشيمني وهكذا، معانا حاجات كتير جدا ممكن تبص عليها. هذا التانك اهو، بمجرد ما اقول له اوكي هيبدا يشتغل لك على التصميم بتاع التانك كلاته، وفي تفاصيل كتير جدا، وبيغطي لك معظم الاستاندرات بتاعت التانكات، اللي هو اشهر ام بي اي 650 اللي احنا بنشتغل عليه، كل الاستاندرات الاديشنز بتاعت الاستاندرد بتاعت الاي بي اي 650 موجود عليه، والقصه هتلاقيك بتدخل باراميترز بسيطه خالص، خمس دقائق هتلاقيك رسمت التانك وحطيت كل التفاصيل عليه. الحاجه الثانيه انا ممكن اوريك برنامج تانك هو عامله، اذكر في اكزامبلز تانك اهو، تانك ده اكزامبل لتانك هو عامله، ممكن افتحه لك، شايف التانك عامل ازاي؟ هذا التانك كونيكال هيد من فوق، وهذا البلاتفورم بتاعك، وهذا المان هول، هو طبعا مش لازم من السي دي او الكات الكلين اوت دور. المهم يعني التفاصيل بتاعتك كلها جميله جدا وموجود، والبرنامج بيكفر. في برنامج تاني اسمه بي في اليت، بي في اليت فين؟ هو موجود عندي برضه، اللي هو بريشر فيزل اليت، ده من انتاج شركه تانيه خالص. بي في اليت ده برنامج تاني برضه بيعمل البريشر فيزلز، التصاميم بتاعته بيطلع لك الستريس اناليسيس ريبورت بتاعه، بيطلع لك الفابريكيشن درونج، بيطلع لك كل حاجه نفس القصه يعني، لكن شركه تانيه اللي عاملاها، اللي هي شركه اسمها ايه؟ هكسجين، هكسجين على ما اذكر. في شركه ثالثه عامله برنامج اسمها ايه؟ هكسجين دي عامله برنامج مخصوص للتنجات او معني اللايسنس بتاعت الضغط، مش مشكله. المهم شايف القصه ان هو بي في ال ده اللي هو البريشر فيسل اليت بيصمم برضه في التنكات، وفي برنامج شركه هيكسجين عاملاه مخصوص للتنكات. لو حابب انا ممكن اودي لك التنكات، اودي لك اللينكات، او الاسهل من كده خالص افتح بس حضرتك داونلود لي دوت اي ار، داونلود لي دوت اي ار، وهتكتب بس كلمه تانك هيجيب لك كل البرامج اللي بتصمم تانك، واحيانا بيجيب لك التعليمات كمان. نكتب هنا بس تانك، ده برنامج تصميم تنكات. على فكره انا كنت بنزله ومشغله اصلا. اي او اس اسمها هيكس جون، هيكس جون الشركه دي برضه عامله برنامج تنكات، هي دي نفس الشركه اللي عامله سيزر 2 وعامله البريشر فيزل ايلت ده اللي هو بي في ايلت، اسمها هيكس جون، هي اللي عامله ثلاث برامج دول. البرنامج بتاع سيزر 2 ده او كيسر 2 ده اللي بيعمل تصميم بتاع الستريس اناليسيس بتاع خطوط البايبنج، وده اشهر برامج في المجال. والبرنامج الثاني اللي هو البي في ايلت، وده برنامج مخصوص للتنكات. وفي حاجه اسمها ايمي تانك، ده برضه حاجه سيمبل خالص موجود عندي اهو، اللي هو الرمز بتاعه.
وفي هو ده ايه ميتان كده سيمبل خالص، وتقدر تفتح فيه تاجات متخصص في التاجات، سواء بقى هو ايه موفابل هيد اللي بنسميه او دوم هيد او كونيكال هيد وات ايفر اسمه ايه. المهم طيب، حد له اي اسئله يا شباب؟ اتمنى ان انا اكون افدتك الفرنس. هندسة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا باشمهندس. معلش هندسة سؤال أخير معلش. طبعا ممتاز جدا حضرتك وصلت لنا الموضوع، الانبوت بتاعنا هو مينلي الديتيلد بياند اي تي، بعد كده ببتدي اخش على الترتيب المنطقي اللي في دماغي اللي حضرتك شغال بيه في الكورس اوريدي، اللي هو بنبتدي نحط البلاتفورمز اللي عندنا، وبعد كده ابتدي اعمل فيكسيشن الايكويبمنت لاي اوت، وبعد كده اعمل راوتنج للبايبنج. احنا دلوقتي فرضا ان احنا وصلنا الديزاين للبلانت اللي عندنا بشكل ما، هل الاوتوكاد 3 دي بقدر اطلع منه مثلا الفابريكيشن دروينج الايزومتريك فور كونستراكشن الكلام دوت، ولا المفروض ان الدروينج بتاعتي دي بتخش في بروسيس تانية بطلع منها بعد كده في الدروينج فور كونستراكشن؟ طيب شمس محمد، برنامج اوتوكاد بلاند 3 دي بطلع منه بحاجات اساسيه، رقم واحد راحت ودي اهم حاجه انا بطلب منها، حاجه اسمها الايزومتريك درونج. الايزومتريك درونج هنا ممكن تاخد منها السبول درونج، ممكن تعمل لك ويلد ماب كمان جوه برنامج الاوتوكاد بلاند 3 دي، وتطلع الايزومتريك ممتاز بالويلد ماب، ممتاز وتطلع الايزومتريك بالويلد ماب. الحاجه اللي فوق على طول ان انا بقدر اطلع منها الجنرال رينج بتاع الدرونج او البايبنج لاي اوت بكل التفاصيل بتاعت البايبنج، بالعباطه بتاعت البايبنج دي كلها انت بتطلعها منها وتاخد سيكشن عند اي منطقه، وان شاء الله هوريكم ازاي بنعملها دلوقتي في الاكيوبمنت لاي اوت احنا شغالين، وهنتخصص فيها كتير واحنا شغالينها بايبنج. فبنتكلم على البايبنج لاي اوت كلها انا بطلعها، وبطلعها بصيغه عايز تطلعها بديف تطلعها بديف، عايز تطلعها دي دي بي جي بطلعها دي دي بي جي، ولو طلعت دي دي بي جي بتبقى سكيلد، فاي حد يقدر يشتغل عليها ويحط اي حاجه تفاصيل انت عايزها. طبعا الموضوع بيبقى سيمبل جدا وبسيط خالص طالما بقى عندك الخطه دي دي بي جي سكيلد. الحاجه الثانيه تقدر تاخد اكيوبمنت لاي اوت، الحاجه الثالثه تقدر تخرج 3 دي لاي اوت سواء بصيغه دي دبليو جي او بصيغه ان دبليو سي اللي هي شغاله على النافز وورك، فدي موجوده ودي موجوده، تقدر تاخد الكلام ده كله. الحاجه الثانيه ان احنا في الاستراكشر ديتيلنج، انت ما بتعملش اي استراكشر ديتيلنج في البلانت 3 دي، بتاخد بروسيس ثانيه كده، يعني الاستراكشر بتاخده من عندك في 3 دي موديلنج من البلانت 3 دي خلاص خلصته هو ده الشكل النهائي بتاعك، بتروح ترسمه فين؟ في باور ايزو، مش باور ايزو اسمه استاد برو، بترسمه في استاد برو تحط عليه الاحمال بتاعتك الاستريس كامل، وبعدين تعمل استريس اناليسيس بتاعتك، وبعدين تعمل اكسبورت من استاد برو توديه على تيكل ستراكشر وتعمله الديتيلد انجينيرنج بتاعك ده كله. خلصت الكلام ده كله وبتخرج دي ده بي جي موديل من تيكل ستراكشر، تروح تدخله تاني جوه البرنامج وتحسب كل الكلام اللي احنا عملناه في الفوتوكاد بلاند 3 دي. يعني خليني اوريك عشان بس ما تتوهش مني. بمنتهى البساطه كده شوفوا شمس، المره اللي فاتت لما بص يا باشمهندس، ده النافز ورك بتاعك. انا بقول لحضرتك على سبيل المثال انا عندي الشلتر بتاع الترمبه ده، الشلتر بتاع الترمبات ده عندي له الاستراكشر، والاستراكشر بتاعه هو بالقواعد بالفونديشن بالانكورنج سيستم. انا ما برسمش الكلام ده كله في اوتوكاد بلاد 3 دي، انا كل اللي عملته عملت قاعده فوكي كده وبعدين وقفت عليها العمدان بتاعه، ممكن احيانا ما بقفلش السقف معايا يا باشمهندس، وبعدين بطلع انا على ستاد برو اعمل الديزاين كالكوليشن بتاع الكلام ده كله، واخد الاحمال بتاعت البايب دي اللي هتوصل على السبورت وتحملها على الجدار بتاع ده، واخد الاوفر هيد كرين، واخد الويند كالكوليشن، واخد الكلام ده كله، الكلام ده كله بحسبه في مين؟ في ستاد برو. وبعدين باجي على الكلام ده كله اعمل ايه؟ ادخله على تيكل استراكشن عشان اعمل الديتيلز اللي حضرتك شايفها كده، انه عندك مثلا هنا كام استثمر وهنا كام لوج والمسامير اللي هنا هربطها ازاي والكونكشن بتاع دي اعملها ازاي وهكذا. بعدين بطلع الكلام ده كله في موديل دي دبليو جي واعمل له امبورت تاني جوه البرنامج بتاعي في بلانت 3 دي، فيبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. هو بس اللي انا بفتحه برضه اوتوكاد، هيبقى تقيل جدا.
اه على سبيل المثال ده هو موديل، معلش الاكسترا فايلز واضحه. لا والله جاي بص يا باشمهندس، ده الموديل اهو، انا عامل مثلا الستيل ستراكشر بالمنظر ده بتاع الشلتر اهو معايا يا باشمهندس، معاك هندسه. انا عامله هنا في بلانت 3 دي، كلام كروكي كلاته يعني كلام فاضي كلاته، هو الستيل ستراكشر مفيش اي ديتيلز للكونكشن، حتى لو عامل الكانتريفرز او حامل وات ايفر انت عامل ايه، هو مفيش اي ديتيلنج زي ما حضرتك شايف. لكن لما انا عملته في النهايه دخلت الكلام ده كله على تكنيكال ستراكشر وطلعت الموديل من تكنيكال ستراكشر دخلته مكان الستيل اللي انا عملته، وهعرفك طريقه تمام ثانيه احنا بنعملها اصلا في الشغل بتاعنا، مش دي الطريقه بتاعتنا. فشايف الديتيلز اللي هنا كلها حطيتها في اوتوكاد، حطيتها ازاي؟ لانه المخطط النهائي بتاعك اللي انت بتعمله بيبقى تفصيل كل حاجه، انا حطيت فيه كل التفاصيل اللي انا عايزها. هو للاسف الملف كان اتمسح من عندي فده اصدار قديم منه، لكن انا عايز اضرب لك مثال على فكره، ده ملف دي دبليو جي للبراند كامل، وتقدر تفتح اي واحد منهم هتلاقي البايبنج معمول بلوك لوحده، وهتلاقي الاستراكشر معمول بلوك لوحده، وهتلاقي وهكذا. اهو تمام شايف يا هندسة تمام. البايبنج، انا هنا البايبنج بس، البايبنج والاكيوبمنت، والله حتى البايبنج لوحده، وانت في الاوتوكاد العاديه خالص. فزي ما بقول لحضرتك كده يا باشمهندس، الاوتوكاد هو متخصص اصلا في البايبنج، يعني اوتوكاد بلاند 3 دي ده تخصص بايبنج فقط، ده اشهر حاجه هو بيخرجها لك من البايبنج. الستيل ستراكشر انت مش هتطلع منه فابريكيشن درونج، وبالتالي هو ملوش اي معنى، انا عايز في الاول وفي الاخر ان انا اطلع بس شويه اكيوبمنت لاي اوت، ان انا اعرف ابعاد الاكيوبمنت، بايبنج لاي اوت ان انا اعرف البايبنج ماشي ازاي، ايزومتريك درونج ان انا اعرف الفابريكيشن هيتم ازاي، انا عايز ايزومتريك عشان اشتغل عليه. وبيلف كوانتيتي اكتر حاجه جميله جدا في البرنامج ده، البيل اوف كوانتيتي، تقدر تجيب بيل اوف كوانتيتي لكل حاجه من اي حاجه، اعمل سيلكت لاي حته كده واقول له اعمل لي بيل اوف كوانتيتي للاريا ده بس، انا عايز الاريا ده مثلا عبد الحليم المسؤول عنها، انا عايز اطلع البيل اوف ماتيريال بتاعت عبد الحليم بس، اعمل انت سيلكت هو الاريا ده واقول له بيل اوف ماتيريال، او اقول له الخطوط اللي ما بين الفيزلات او وهكذا، ان شاء الله هنتعرض لها في البيل اوف ماتيريال وهوريها. تمام هندسه تسلم ايدك. تسلم. سؤال بقى تاني معلش، انا اسف اسئلتي كتير بعتذر. اتفضل. اه انا عملت في الاكويبمنت نوزل وحددت النوزل طبقا اللي حضرتك علمتنا يعني، فما باجي اطلع اعمل راوتنج من النوزل ده بيطلع النوزل دي المفروض ان هي فلانجد، المفروض انا بعمل منها راوتنج عشان اتاكد ان النوزل بتاعتي توصيفها صحيح ولا لا، فما بطلع منها براوتنج ما بيعمليش فلانج تربط على الفلانج اللي موجوده اوريدي في الاكويبمنت. هل انا المفروض اظبط حاجه معينه عشان هو يعمل لي فلانج، ولا في غلطه انا عملتها؟ طيب شوف يا باشمهندس، معانا بالظبط ساعة في المحاضرة وهنتعرض للموضوع ده بالظبط، لأن احنا إن شاء الله هنشتغل بايبنج النهاردة. تمام يا هندسه هنبدأ شكرا نتعرض للموضوع ده بتفاصيل، مجرد ما شكرا تشوف حضرتك لو عندك أي شك إن شاء الله هنعمل لك شير سكرين، حضرتك اعمل شير سكرين واعملها قدامي وهنشوف الغلط فين وإن شاء الله ماشي هنعدلها. يا ريس، شكرا شكرا جزيلا. تسلم يا باشمهندس. طيب حد عنده أي أسئلة يا شباب الله يبارك فيكم؟ اتعلمنا المحاضره اللي فاتت يا شباب ازاي نعمل اكويبمنت لاي اوت، وحطينا حاجه كروكي كده، وبعدين حطينا بوزيشننج الاكويبمنت بتاعتنا، وعملنا حاجه بالمنظر ده، وقلنا هنبدا نتعلم الانوتيشنز ونتعلم القصص دي كلها النهارده. اول حاجه يا شباب تعالوا نبدا من جنب اللوحه من هنا، شايف هنا مثلا ايه اول حاجه، البروجكت نيم اند ادريس حليم بلانت، ومفيش اي تفاصيل هنا، ولو جيت هنا انت ممكن تضغط دبل كليك وتكتب، بس مش ده الطبيعي بتاعنا. الطبيعي بتاعنا ان انت بتيجي على البروجكت نوم حاجه اسمها حليم بلانت، تقف عليها رايت كليك وهتلاقي في حاجه اسمها بروجكت سيت اب، هتفتح البروجكت سيت اب هتلاقي فيه ايه؟ في الكنترول بتاع المشروع كله، تقدر تتحكم في المشروع كله من اي تو زد من هنا، كل الداتا وكل الفيو كل حاجه من هنا. هتيجي على الجنرال سيتنجز هتلاقي فيه بروجكت ديتيلز، في البروجكت ديتيلز هتلاقي حاجه هنا اسمها البروجكت ديسكريبشن، سميه مثلا ايه؟ باور بلانت، اي حاجه. انا هكتب اي حاجه بس عشان اوريك بس الكلام بيظهر فين. باور بلانت، باور بلانت، والبروجكت نمبر هسميه 3001 3001 مثلا، وبعدين البروبرتيز سيلكتد كاتيجوري هنقول له هنا الادريس مثلا منصوره، منصوره فاكتور منصوره على سبيل المثال، سيتي برضه منصوره، مش عارف اسميه، خلينا دي تقعليه
اللي هي وده هي منصورة، منصورة وده هي الستيت بتاعنا نسميها تلبانة أي حاجة، والبوستر كود طبعا هو تقدر تدخله التليفون البروجكت ناو مانجر حليم، البروجكت مانجر حليم. خلي احنا الاثنين عشان اوريك حاجه فرق ما بين دول. طيب انا دخلت بتاعت المشروع بتاعي اللي هو دايما بتبقى موجوده عند حضرتك، بتقول اوكي. هتروح على اللوحه كده يا باشمهندس، ده ما اتعدلتش، مفيش حاجه اتغيرت. هقول لك بس حضرتك اقفل اللوحه وافتحها تاني، خليه يروح يحمل الداتا تاني. هتلاقي اهو شايف بيت حليم بلانت، باور بلانت، دفعه ليا، منصوره، تلبان. هو دخلك كل التفاصيل. طب هنا يا باشمهندس انا عايز احط الاريا ودرون نمبر والاوثر والكلام ده كله، تجيبها منين؟ تقف حضرتك على الاكيوبمنت لي اوت اهي وقول له بروبرتيز. هتلاقي عندك حاجه اسمها درونج نمبر، اول واحده هنسمي ده مثلا ايه، اكيوبمنت لي اوت، اكيوبمنت لي اوت اي ال 001 على سبيل المثال. ودرونج تايتل هي اكيوبمنت لي اوت، درونج اريا هنسميها ايه، الباور اريا او جلو اريا، اي حاجه يعني اي تسميات، او اريا 1، اريا 01، اريا 01 والديسكريبشن، سميها اي حاجه، اي حاجه مش هحط فيها، اقول له اوكي. نفس القصه يا باشمهندس، كل اللي مطلوب من حضرتك اقفل الدرون وافتح تاني. هتلاقي مكتوب هو الاريا بيت اريا 1، الدرون نمبر بقت الاي ال 01، والاسر وحليم احنا ما غيرناش، وهكذا. انا كده دخلت التفاصيل بتاعت المشروع. هنا لو دخلت ديسكريبشن هيكتب لك كل الكلام ده. طيب يبقى انا اتعلمت من هنا يا باشمهندس ان انا اعدل الحاجات دي. الحاجه بس اللي عايز اقول لحضرتك عليها انه ده حليم بلاند اللي احنا شغالين عليهم. حليم بلاند دايما كنا شغالين هنا، حليم بلاند بي اند اي دي وبلاند درون. فانت عندك اول حاجه بي اند اي دي وبلاند درون والبايب سبيك موجوده هنا فين؟ في الخانه الاولانيه اللي هي اسمها السورس فايل. الخانه الثانيه اسمها الاور سيجنال درونج او الاورسو جرافيك دي دبليو جي، اللي هو الاور سيجنال درونج، كلها بتيجي هنا لوحدها. مهما عملت ان شاء الله تعمل 10000 اور سيجنال درونج، كلها بتيجي في الدابه بتاعت الاورثوجرافيك درونج يعني دي دبليو جي. هذا الدرونج اللي احنا عملناها الاول الاكيوبمنت الاول، بمجرد ما عملته كريت واشتغلتها جت في كل التفاصيل اللي احنا فاتحينها دلوقتي. الحاجه الاخيره اللي هي الايزومتريك درونج بتيجي هنا. فانت عندك الايزومتريك درونج دي الخانه بتاعتها او المكان اللي بتيجي فيه، الاورثوجرافيك درونج دي بتاعت الاورثوجنال درونج بتاعتها، والسورس فايلز دي اللي فيها البي اند اي دي وفيها البلانت 3 دي وفيها البايب سبيكس وفيها ايه شويه ريليتد فايلز اللي هي حاجات ليها علاقه بالمشروع. يبقى حضرتك عارف انه في هنا ثلاث تابات عشان لما تيجي تتنقل ما تدوش وتقول الاورثوجنال درونج اللي انا عملتها راحت فين؟ افتحها ازاي؟ لا انت بتفتحها عادي خالص، تيجي نوت على حليم بلاند، تفتح الاورثوجرافيك درونج وتختار، هتلاقي مثلا عندك واحد وعندك اثنين او وات ايفر انت مسميهم ايه هتلاقيه. وعلى فكره تقدر تعمل سيلكشن للفيو نفسه من الاكيوبمنت اللي ياوت، يعني انا الاكيوبمنت اللي ياوت ده قفلتها، لو فتحتها يجيب لك الفرونت فيو، الليفت فيو، والرايت فيو، والرايت كليك شغاله فيهم وتقدر تعمل فيهم شويه حاجات. تمام يا باشمهندس؟ يبقى احنا اتعلمنا كده ايه ازاي نعدل الديتيلز بتاعت الحاجه الثانيه، ان احنا المره اللي فاتت عملنا الاسقاط ده وعملنا الفيو ده وعملنا الفيو ده. طب انا عايز اخد سيكشن فيو بس يجيب لي السيل ستراكشر بتاع البلاند ده لاي سبب إن كان، انا عايز بس اخد حته معينه واحط عليها شويه ديتيلز، او لانه مثلا الراجل جاي يبص هنا على السيل ستراكشر فلقى وراه الفيزل دي ولقى قدام التانك ده او الفيزل الثانيه دي، في الامور معقده معاه ومش هتبقى واضحه بمنتهى البساطه. تعال مثلا على اي فيو منهم وهنعمل ادجاسنت فيو. الادجاسنت فيو انت عايز تشوف ايه؟ معلش تاني، انا عايز اشوف ايه؟ انا عايز اشوف السايد فيو لانه ده ستيل ستراكشر، فانا عايز اشوف نفس المنظر ده لكن بتفاصيل اكتر. هاجي على الفيو ده واقول له ادجاسنت فيو، او هضغط على ادجاسنت فيو على طول هيقول لي اقرا تحت كده سيلكت ذا اورثوجرافيك فيو تو كريت ادجاسنت فيو. هختار الفيو ده، هيسمح لي بايه؟ ان انا عايز بوتوم ولا ليفت ولا رايت. الحقيقيه الحاليه اللي هي توب اللي هي كرنت فيو مش هيحلمها لك، يعني هو ما يقدرش يعمل توب فيو من توب فيو، لكن انا مثلا عايز الفرونت فيو، فانا اختار الفرونت فيو كده واقول له اوكي. الفرونت فيو احنا عملنا لك اكستراكت قبل كده. طيب معلش تعال على السايد فيو ده تاني وقول له ادجاسنت فيو وهات الفرونت فيو بتاعك. adjacent view front view. right view front view. طيب تعالوا معلش نرجع لده الاول وبعدين نرجع للadjacent view دلوقتي. انا هاجي على الـ على السايد فيو ده اللي انا عايز اظهر فيه الستيل ستراكشر،
ده اللي انا عايز انزل فيه الستيت استراكشر بكل تفاصيله، هاجي عليه واقول له ايديت فيو. بمجرد ما اضغط على ايديت فيو بيفتح لي خانه التصميم الاولانيه اللي خالص اللي حضرتك كنت فاكرها، اللي هو بنختار منها الكون الكلام. كل اللي مطلوب من حضرتك الرسمه دي انا مش عايزها تظهر، فبعمل بيبر تشيك بيشيل الرسمه او بيحطها، اللي هو ايه التشيك بيبر، انا مش عايزها دلوقتي فبقفلها. وهاجي احدد الكيوب بتاعي انه ياخد الستيت استراكشر بس. بمجرد ما تعمل له سيلكت بيظهر لك الكورنرات بتاعته كلها، فانا هاخد الكورنر ده احركه لغايه هنا. لو سمحت اتاكد ان انت ضغط سيجنال فيو اللي هو في 8 عشان ما يروحش يلطمك في الدنيا كلها، هيلقط اي نقطه فهتلاقيه بوظ لك الدنيا كلها. يبقى انا خدت الستيت استراكشر هنا واخد الكورنر ده وهاجي بيه، هاخد الكورنر اللي هو اللي فوق ده اهو، معلش يا شباب الجهاز بيحمل ثواني. انا خلينا نخفف الجرافيكس شويه يا شباب معلش. يبقى احنا يبقى انا مثلا عايز اجي على الفيو ده واعمل ايديت للفيو واختار اريا معينه عايز التفاصيل بتاعتها، لان الفيزيلات جايه قدام هي نفس القصه اهي، هيطلع بره خالص، هنطلع بره خالص، نختار الكيوب الاخضر ده والكورنرات بتاعتنا نختار بيها. لو سمحت تتاكد ان انت مشغل السيجنال فيو الاول، علشان لو ضاعت منك اي نقطه هيبهدلك اخر بعدين، هتقعد تيجي لورا ساعتين. وهناخد الكورنر ده ونسحبه لورا هنا، وعنده عقدة من الكورنر بتاع الفكرة. اشتغل اهو زي ما قلت لحضرتك، تشغل السيجنال فيو عشان ما يلطفش. يبقى انا كده جبت المنطقة دي، بس بص عليها من فوق وتأكد ان هي دي اللي مريحاك، او قللها شوية مش أزمة. يبقى هو ده مثلا الاكيوبمنت لاي اوت، واقول له اوكي. ومجرد ما هقول له اوكي هيبدا يعمل ريجنريت في الاريا دي كلها، وهيجيب لي المنطقه اللي انا عملت لها سيلكشن فقط. شايف بقيت المنطقه اللي هو جايبها لي اللي هو الفيزل والستيل ستراكشر بتفاصيلها. طيب انا عايز مثلا لنفس الفيو دوت اخد سيكشن فيو تاني، اقول له ادجاسنت فيو، واروح مثلا اختار البوتوم فيو بتاعه، او اختار الفرونت فيو، فرونت فيو اللي هو الكرنت، اختار الرايت فيو بتاعه، اقول له اوكي، وبيقول لي حدد مكانه، فانا احط هنا جنبه، خلينا لاين اوت، وامسح الدايمنشن. برضه هيشتغل عليه على نفس الارنجمنت او نفس الاريا اللي حضرتك اخترتها. تبدا هنا تقدر تشتغل كل حاجه، تحط الدايمنشن بتاعتك، تحط كل حاجه زي ما تعمل. طيب عايز اوريك ايه؟ عايز اوريك حاجه كمان. تعال نقول انا والله عايز اخد التانك بالبامبين ده بالفيزل ده، لكن الباقي ده كله مش عايز اعمل له اي تفاصيل معايا. فانا مثلا هاجي على الاريا ده واقول له ادجاستنج فيو، ونشوف انا اقدر اعمل له ايه. ممكن اعمل له الفرونت خلصنا. طيب ممكن اعمل له، طب هقول لك انا اعمل له مثلا ايزومتريك درون، واقول له الايزومتريك درون انا ممكن احطها هنا على طول. هيبدا يعمل لي ايه؟ هيبدا يعمل جنريت الايزومتريك درون كامله للبلانت. طبعا تقدر تعمل اللي هو ساوث اس ونورث ايست ومش عارف الايزومتريك درون بتاعت الاريا دي. طيب انا في الايزومتريك ده، انت شايف الايزومتريك ده الفيزل الاولانيه والفيزل الثانيه ومش عارف ايه وكل الكلام ده، شايف الستيل ستراكشر مغطي على بعضه. انا ممكن اجي عليه خالص عادي خالص واقول له ايديت فيو، واختار الفيو ده، هوت هيروح للاريا الاولانيه. الامر اللي احنا عايزينه اللي عايز اوريه لك
اللي هو هيدن لاينز ده، واقول له اول هيدن لاينز. اول هيدن لاينز دي يعني ايه؟ يعني اظهر لي كل الخطوط المخفيه. اقول له اوكي. شايف حضرتك الفيو هيبقى عامل ازاي؟ شايف الفيو بقى عامل ازاي؟ كل التفاصيل اللي موجوده عندك في البراند هو اظهرها. طيب انا والله عايزه يظهر لي في الايزومتريك درونج ده هو فقط البامب التانك بالاثنين بامب ده بالفيزل ده، لسبب ما انا وانا بعمل ديزاين عايز اعمله. هعمله ازاي الكلام ده؟ تعال نروح برضه نعمل له ايديت فيو، وهختار الفيو اللي انا عايز اعمل له ايديت. ايديت فيو، ويقف عليه لغايه ما يجيب الفيو. شوف يا باشمهندس، انا هنا عايز اعمل ايديت للاريا دي، فانا هرجع هنا عند بدايه الفيزل، جايب لي جزء من الاستراكشر اللي هنا، اكل جزء من الاستراكشر. انا مش عايزه يظهر لي الاستراكشر ده، فانا عايز اخش بيه في الجنب، شايف التفاصيل مش قادر اجيبها. طب اعمل ايه؟ في عندك امر اسمه اد جوك. اد جوك دوت مجرد ما تختاره بيقول لك حدد الكورنر اللي انت عايز تضيف فيه جوك. شايف؟ عمل لك كورنر كده. الكورنر ده له معلمين، العلامه الاولانيه دي تقدر تتحرك بيه زي ما انت عايز، والتانية دي ترجع بيه زي ما انت عايز. طيب انا عملت ايه؟ عرفت يعني ايه اد جوك، وخدت الاريا اللي انا عايزها. هي الاريا اللي انا عايزها ايه؟ اعمل روتيت اوربت زي ما انت عايز وشوفها. انت ساتسفايد بالاريا؟ اه كده ساتسفايد بالاريا، يبقى انا عرفت يعني ايه اد جوك. اقول له اوكي، هيعمل ريجنريت لل 3 دي موديل اللي قدام حضرتك ده، وهيشيل منه كل التفاصيل اللي احنا ما حددناهاش في الاريا بتاعتك. وبالتالي اكنك بتعمل سيكشن فيو، بتظهر اللي انت عايزه، بتخفي اللي انت عايزه، وتحط الدايمنشن على الاريا دي لوحدها. عايز التانك ده لوحده احط عليه دايمنشن، عايز الفيزل ده لوحده احط عليه دايمنشن، عايز الفيزل بالارنجمنت بتاعتها ده احط على دايمنشن، وهكذا. زي ما قلت لحضرتك انت في اوتوكاد العاديه خالص، فالدايمنشن كلها موجوده مع حضرتك، تقدر تحط دايمنشن 1 1 باي 1 زي ما حضرتك شايف كده من الميدل دي للميدل دي مثلا على سبيل المثال اهي. دول كام؟ 28 متر، كان 2833. لا والله عايز هو سيكوينشال دايمنشن، يعني تختار النقطه الاولانيه وبعد النقطه الثانيه والنقطه الثالثه وهكذا، وهيبدا هو يحط لك الدايمنشن بالمنظر ده. نفس القصه لو هي فيرتيكال اهي. لا احنا والله واخدينها هنا هوريزونتال، الفيرتيكال اهي اهي الفيرتيكال. لا دي البيز لاين اللي هو ايه، انا هاخد مثلا النقطه دي، هاخد دي البيز دايمنشن، وبعدين بتبدا تحط الدايمنشن اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. الشاهد من القصه انه ده هي نفس الدايمنشن او شغل الدايمنشننج بتاعت الاوتوكاد العاديه اللي خالص، تقدر تحط اي دايمنشن انت عايزه. مش عايز اضيع في وقت كتير، اللي يهمني هنا ان احنا شغالين في بيت الاوتوكاد الاورسو، فانت عندك حاجه اسمها ايه؟ اورسو انوتيت. اورسو انوتيت دي بتجيب لك كل حاجه. اول حاجه دي خاصه بايه؟ خاصه بالبايبنج نفسها، البوتوم اوف فايب والسنتر اوف فايب والفيس اوف فلانج والبوتوم اسمه البايبنج كوردينيت اللي هو البوزيشن والتوب اوف فايب وهكذا. النقطة الثانية دي خاصة بالستيل اللي هو البوتوم اوف ستيل والسنتر اوف ستيل اليفيشن وهكذا، تقدر تكفر فيها بالستيل. حاجة ثانية عندك حاجة اسمها الاكيوبمنت، والاكيوبمنت دايما بيحط لك تاج نمبر بس. عند الانسترومنتيشن، الانسترومنتيشن بيحط لك تاج نمبر. عند البايبنج هتلاقي ليست طويلة عريضة جدا في البايبنج. البايبنج هنا نقدر نحط بيل اوف ماتيريال، نقدر نحط الم راديوس اللي هو كول اوت اللي هو ايه شورت ديسكريبشن كده، وناخد له ونحط له تفاصيل اللي هو كات اوت راديوس او كات باك راديوس اسمه كات باك البوم. الفلانج ريدنج اللي عايز تحط لها اي تفاصيل، الفايل اسمه الفول لاين نمبر كولت اللي هو السايز واللاين نمبر والتاج نمبر وهكذا. عندك تفاصيل كتير جدا هنتعلمها ان شاء الله لما نيجي نشتغل البايبنج. الحاجه الاخيره اللي هو الاستراكشر، وعندنا حاجه اسمها الكولوم كول اوت، ودي برضه هنتعلمها ان شاء الله لما نيجي نشتغل البايبنج. هو بس بيحط انوتيت على الكولوم وعلى سبيل المثال، تعال ناخد الاستراكشر بتاعك وتحط هنا، فبيحط لك نقطه كده وتقدر تحط عليها كل او. طيب احنا يا باشمهندس ازاي نعمل اكيوبمنت لاي اوت بالتفاصيل دي؟ طبعا الكلام ده كله ده لاي اوت بورد ما تشغلش بالك بيه خالص، تقدر تعمل سكيل لاي حاجه من دول لو عايز تظبطها، يعني تقف على شايف حضرتك اعمل سيلكت لاي بورد منهم، اي فيو بورد منهم، هتيجي تقف هنا هتلاقي السكيل موجوده ايه؟ 1 ل 100، 110 ل 1، تقدر تغير السكيل زي ما انت عايز. اللي انت هتختاره السكيل بتاعه يتغير على طول. تقدر ترجعه تاني؟ اه اقدر ارجعه تاني لنفس النقطه، وراح اعمله 1 ل 100. فين 1 ل 100؟ 1 ل 100 اهو، نزلته تاني لنفس السكيل اللي كان عليه قبل كده. اي بورد هتختاره نفس القصه، هتلاقي عندك الخط دوت وفي السكيلز كلها اللي متاحه في البرنامج. تمام كده. الحاجه الثانيه ان انت عندك برضه اختار اي بورد، هتلاقي النقطه اللي في النص
بتحرك لك السكشن فيو او الفيو بتاعك كلاته في اي مكان، فانت تقدر ما ايه تغير السكيل بتاعها وتحطها في مكان تاني، او تغير السايز بتاع الورق نفسه وتبدا تحط عليه وتعمل اللوكيشن للكلام ده كله. دي بي دوت كاد العاديه خالص ما فيهاش اي مشكله. الحاجه الاخيره فيها عندنا، طيب هنسيبها دلوقتي. طيب يبقى احنا كده يا باشمهندس اتعلمنا ازاي نطلع اكيبمنت لاي اوت والبوزيشننج بيننا وبين الاكيبمنت، وان شاء الله في حاجات تانيه ان شاء الله لما نشتغل بايبنج هنيجي هنا تاني وهنتعلم تفاصيلها كتير، لان كل الحاجات دي خاصه بالبايبنج في معظمها. هنرجع تاني هنقفل بقى الاكيبمنت لاي اوت ونرجع تاني للبلانت بتاعنا. نروح على السورس فايلز بلانت 3D 002 اللي هو اللوحه اللي احنا شغالين فيها، وتعالوا نقول يلا نبدا بايبنج. على الاساسيات لازم اول حاجه تبقى انت عارف انت هتطلع منين لفين، فنقطه البدايه ونقطه النهايه بتاعتك. عشان اعمل مثلا ايه بايب على سبيل المثال، انا عايز اربط نقطتين ببعض. تعالى نتكلم مثلا ايه، نقول انا هاخد النوزل اللي هناك ده، تعالى نتفق على اي حاجه، النوزل بتاعه الفيزل ده شايف احنا كنا رسمنا نوزل هناك جنوب في الفيزل ده، النوزل دي كام؟ اقف عليها سيلكت النوزل اهي، النوزل اهي طيب اعمل لها ايزوليت، ايزوليت اوبجكت اقف عليها اهي، النوزل دي كانت نوزل رقم 2 وهي 6 بوصه ريز فيس، ماشي. يبقى النوزل الاولانيه دي 6 بوصه ريز فيس، وتعالى نعمل ايزوليت ونقول له اند اوبجكشن ايزوليشن. احيانا يعني تبدا ترخم معاك ان انت تربط المكان او يشوف مكان تاني. في عندنا نوزل اللي هي ثانيه، او والله هقول لك على حاجه بسيطه خالص، تعالى نعمل كريت نوزل في الفيزل ده وبرده تكون 6 بوصه، وناخد من الفيزل ده من فوق للنوزل اللي عندنا ده، يبقى النوزل ده هتوصل على النوزل في الطب بتاعت الفيزل ده. يلا نبدا، هنيجي على الفيزل ده ونعمل رايت كليك ونقول له اد نوزل. الاد نوزل دي هتبقى ايه؟ اول حاجه هي راديال، انا عايزها راديال ان هي في السنتر. البروجيكشن بتاعها اللي هو الهايت، الهايت بتاعها تعالى الاول نقول له في الزاويه 90 درجة، الزاوية هتبقى في راديال كام؟ 90 درجة المذكور، واعمل تاب بس 90 درجة واعمل تاب وهيزوم زي ما انت عايز. اهي جت في المكان هنا ماشي، للاسف نقطة سكيب ماشي تاني، واقول له نقطة نوزل، وهاجي على النوزل ده واقول له هي راديال والزاوية بتاعتها ايه 90 درجة تاب، ومجرد ما عملت ده هو رسم النوزل زي ما حضرتك شايف، وعامل لك البروجيكشن بتاع اللي هو حرف ال ال، والنوزل انا عايزها في الاخر هنا عشان نشتغل فيها بايبنج كتير، فانا هاجي على الهايت بتاعها واقول له مثلا ايه 5000 يعني 5 متر، وهعمل تاب كده اهي النوزل جت في المنطقه دي كده، واقول له اوكي التايب بتاع الفلانجه دي هي انا عايزها 6 بوصه كلاس 300 ريست فيس، واقول له كلوز. يبقى احنا اول حاجه عملنا نوزل بسيطه خالص زي ما حضرتك شايف، النوزل دي لو وقفت عليها عشان تجيب التفاصيل بتاعتها هي نوزل 6 بوز النومينال دايمتر ريزد فيس بلس 300 على حسب الاسمي بي 16.5. طبعا الكلام ده كله بقينا فاميليار معاه وعارفين يعني ايه يقصد بالكلام ده. وعندنا النوزل الثانيه اللي انا هربط عليها اللي هي النوزل دي، يبقى انا عايز اطلع من هنا لهنا. هنجيبه من هنا مش هنا زي ما اتفقنا، هو البيئه دي اللي بتقول لنا هنربط مين على مين. طيب يلا نبدا بايبنج، يلا نبدا بايبنج. بمجرد ما باشمهندس عندك المنطقه دي يلا نتكلم فيها شويه ونشرحها، والمنطقه دي هنتكلم فيها ونشرحها. اول حاجه عندنا اسمه بايب رود، بايب رود ده بمجرد ما بختاره بيبدا يشغل معايا خاصيه الكتابه او رسم البايب، فانا اقدر ارسم بايب زي ما حضرتك شايف واحود يمين واحود شمال، ولو عايز اغير مستوى بتاعي يعني انا يحود يمين يحود شمال عادي ما بيطلعش معايا، تضغط عن حضرتك كنترول مع رايت كليك، تضغط كنترول وبعدين تضغط كليك يمين بالماوس هيغير لك المستوى بتاعك، تقدر تطلع لفوق او تطلع حتى على زاويه 45، لكن انت قاعد شغال في المستوى اللي هو شايف البوصله الحمراء اللي مرسومه دي، هو ده المستوى اللي احنا شغالين عليه اللي هو البوصله اللي انا بتحرك عليها. ماشي يا باشمهندس، يبقى اول امر عندك اللي هو الروت لاين. الروت لاين ده يعني ايه؟ يعني يبدا يرسم الخط. طب بيبدا يرسم الخط بيجيب التفاصيل بتاعته منين؟ عندك اول حاجه الخاصيه ده اللي هي ايه الخانه ده
بتاعه التاج نمبر بتاع الخط. احنا اتفقنا انه بعد كده كل حاجه يبقى عندنا لها مسمى، فانا بختار من هنا التاج نمبر، بكتب التاج نمبر زي بقول له روت نيو لاين، وهو بيطلب مني التاج نمبر، عايز النمبر كام؟ هقول له مثلا النمبر بتاعي اول خط عندي 1001 والسايز بتاعك 6 بوصه، ممكن تختار منه السايز من هنا 10 بوصه 6 بوصه 3 بوصه، والبايب سبيك ان شاء الله هنفرد لها كلام كتير جدا، اختار البايب سبيك. احنا هنشتغل المرات دي على سي اس 150 وسي اس 300، فانا اقول له مثلا سي اس 150 واقول له اصحيح. يبقى انا عملت ايه؟ هتلاقي عم راسم لي الخط الجديد 1001 هو عامله سيلكت، والخط ده هو 10 بوصه سي 150. طيب انا لو في الخط دوت والخط نفسه 10 بوصه سي 150 بس انا عايز انزل منه بروديوسر وارسم 8 بوصه، اقدر افتح ده واقول له ماشي ارسم لي، ابدا دلوقتي ب 8 بوصه، ابدا ب 4 بوصه، ابدا ب 5 بوصه. لا والله في نفس الخط اللي هو سي اس 150 في جزء 300، انا عايز اخد فلانج. طيب لو لاحظت كل ما تضيق تغير البايب سبيك ده، اخر حاجه ده اللي هي البايب سبيك. البايب سبيك ده ده دايناميك اندوت، بمجرد ما تغيره البالت اللي في الجنب ده كلها بتتغير. ركز كده حضرتك، انا اروح على سي اس مثلا 300، سي اس 300 هتلاقيه غير لك كل التفاصيل اللي هنا. فبقى عندك ايه؟ فلانج بلايند ريز فيس كلاس 300، 300 موجوده اهي. هنا مثلا ايه؟ كاب بيفل اند كلاس 40 كلاس 300. الكوبلنج سوكت ويلد كلاس 3000 الكلاس بتاعك سي اس 300 وهكذا. عندك هنا الالبوهات، عندك هنا الفلانجات، عندك هنا السوكلتس، عندك هنا البايب، عندك هنا الاكس بلوك، عندك هنا الريديوسر كونسنتريك وايزنتريك، نفس الكلام اللي احنا قلناه. عندك التي سواء ايكوال تي ولا ريديوسنج تي. عندك هنا الفالفز كلها بكل انواعها، البول فالف بانواع مختلفه، البتر فلاي فالف بانواع مختلفه، التشيك فالف اللي هو النون ريتيرن فالف بانواع مختلفه، فالف بنوعين، جروب فالف، كل البلوف وكل الحاجه البلاك فالف كل حاجه موجوده عندك ايه؟ حضرتك ده شويه بعد كده وبص على الحاجات دي. تروح على السبيك اللي بعدها سي اس مثلا 600، هتلاقيه عدل لك كل الحاجات دي كلها للسي اس 600. ايه يا عم السي اس 600 والسي اس 500 دي ايه؟ دي مواصفات ايه؟ ده اصطلاح عاملينه في البرنامج. تفاصيله ايه؟ بتضغط على الايقونه دي، الايقونه دي اللي هي ايه؟ اسمها السبيك فيور. السبيك فيور بتجيب لك كل حاجه، حاجه اسمها السبيك سي اس 150. ايه 150 دي؟ يعني 150 الريتنج بتاع الفرنجات كلها تقاس 150 وهي كربون ستيل. والملف ده احنا جايبينه من اخر مره تسجل فيها كان جاف. المواصفات الفنيه بتاعته ايه؟ من نص ل 24 بوصه في البلايند فلانج، ده هي المواصفات الفنيه بتاعته. اللي هي فلانج بلايند 150 باوند ريست فيس ازم بي 6.5 والماتيريال جريد بتاعتك اللي هو الاي اس تي ام اي 234 جريد دبليو بي بي. ماشي الفولت سيت من نص ل 24 بوصه، هذا الفولت سبيسيفيكيشن. الكاب من نص لما الاثنين بوصه ده السبيسيفيكيشن بتاعته. والفلانج من نص لما الاثنين بوصه هي فلانجه سوكت ويلد 150، ومن 3 بوصه لما 24 بوصه هي فلانجه ويلد نيك كلاس 150. يعني هو هنا قادر يحدد البرنامج ان لو جيت ارسم فلانجه من نص بوصه لاثنين بوصه هيرسمها فلانج سوكت ويلد، لكن من 3 بوصه ل 24 هتبقى ويلد نيك فلانج. ان شاء الله هنتعلم الكلام ده كله ونعمل سبيك كامله زي دي معايا الجاسكت وهكذا. هيبقى ده كل التفاصيل بتاعته، لو اخترت اي حاجه منهم هتلاقي في بريفيو بيتم قصادك كده. ولما تختار مثلا هو من نص ل 36، طيب هتلاقي عندك هنا ايه؟ جايبهم لك كلهم المقاسات الموجوده، نص وثلاث ارباع وواحد بوصه وهكذا. المقاسات الموجوده 16 18 20 24 26 30 36 وهكذا. وعندك اللونج ديسكريبشن، اللونج ديسكريبشن ده اللي هو بيظهر اصلا في الفيديو اللي هو تشيك فالف سوينج 28 انش من الدايمتر 150 ال بي لات ويلد ازمه بي 16.10، وهنتعلم ان شاء الله بعد شويه ازاي نعدل السبيك دي المواصفات الفنيه دي. يعني لو عايز اوصف اي مواصفات انا عايزها ممكن احطها. ماشي يا باشمهندس، يبقى ده مين؟ ده اللي هو سي اس 150، ده الحاجه بنسميها السبيك، والسبيك دي بيبقى فيها تفاصيل كتير جدا. طيب فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلت لكم عندنا حاجه اسمها البي اي بي او البايبنج، البايبنج اندستري اسمه ايه؟ بروسيس اندستري براكتس. البروسيس اندستري براكتس في انجينير في داونلود 21 في كونجرس. فاكرين البيب؟ البي اي بي البروسيس اندستري براكتس. البروسيس اندستري براكتس جم على بايبنج وعملوا مواصفات فنيه. قال بص يا عم اي بايب انت عايزها تعال نحط لك شويه ستاندرات كده هتشتغل عليها على حسب البروسيس ريكويرمنت بتاعتك. فهيجي مثلا يقول لك والله احنا عندنا بي اي بي بي ان 03 سي اس 101 اس 01. دي ايه؟ دي بايبنج ماتيريال سبيسيفيكيشن اللي هو بتاع الكلام ده اللي هو ايه؟ اللي هو كلاس 300 وكربون ستيل والكروجن الاونس بتاعتك اللي هو 0.063 انش اللي هو حوالي 1.5 مللي على ما اذكر. حولها بس من بوصه بملي وانت تعرف اللي هو ده. ده عامل فيه ايه؟ حاط فيها الريكويرمنت بتاعتك اللي هو البيربس بتاع اليوز بتاع ده، يبقى حضرتك بس بص عليه.
وبعدين هيقول لك بقى السيرفيس بتاعه ده نقدر نستخدمه في عم في البروسيس. البايبنج ماتيريال بتاعتك ايه؟ من 300 اللي اسمه ايه؟ الريتنج بريشر بتاعك اللي هو بلس 300، وال300 دي على حسب لازم بي 16.5 ايه؟ الاديشن بتاع اللي هو بيتكلم عليه هنا اللي هو اديشن 98 مش هتفرق معاك في اي حاجه، والتمبريتشر ليميت بتاعتك هو تقدر تستخدم الكود اهو من سالب 20 فرنهايت لغايه 300 فرنهايت. والنومينال كروجن الاونس بتاعك اللي هو حوالي 5% انش مينيموم او 63% انش وهكذا. وتبدا يقول لك الماتيريال بتاعك كربون ستيل، والديزاين كود بتاعك اللي هو الازمي بي 31.3 اللي هو البروسيس بايبنج، والستريس ريليف بتاعك وهكذا. فهو المهم يعني مديك الاستاندر ده كامل تقدر تروح تاخده كله بس تشتغل عليه في الريكويرمنت بتاعتك لو هو ماتشنج مع الريكويرمنت مع الشمس. فهتلاقي حاطط لك مثلا واخدهم واحده بواحده، ان شاء الله هنجيب واحد من دول ونعرفه للبرنامج. هتلاقي البريتشر تمبريتشر ريتنج اهو، التمبريتشر هنا خلينا نشتغل بسليزيوس ده هيكبر لك من كام؟ من سالب 29 سليزيوس لغايه 38 او 93 او 149 او 204 لغايه 427. معايا؟ تعالى نبدا نتكلم عليها. يقول لك ايه بقى؟ انه البايب شويه في نوتس تحت بتبص عليها لو سمحت اللي هو الليميتيشن ده. هيقول لك نومينال بايب سايز من 1.5 بوصه، من نص بوصه ل 1.5 بوصه هو اكسترا سترونج. يعني انا هروح على البايب سكيدجول بتاعتي واختار اكسترا سترونج، والديسكربشن بتاعتك هتبقى كربون ستيل سيملس، والماتيريال كلاس بتاعك اللي هو الاي اس ام اي 106 كلاس بي او اي 53 بي وتايب اس اللي هو 53 بي تايب اس ده اور اي بي اي 5 ال كلاس بي نفس القصه. هو دي الماتيريال كلاسز الماتشنج معاك، فانت بتشوف البروسيس ريكويرمنت الماتشنج معاك وتختار اللي هيمشي منهم معاك. طيب من 2 ل 10 راح للويب الستاندرد لان هتبقى ماتشنج معاك مع البروسيس مع اسمه ايه الديزاين كونديشنز بتاعتك دي اللي هو 750 740 بي اس اي، وده طبعا بي اس اي جيج وده بي اس اي العادي بي اس اي جيج او كيلو بي اس اي جيج كيلو باسكال جيج. فهنا مثلا ايه الديزاين بريشر بتاعك هنا كام؟ 5400 وهكذا. فتبدا تشتغل على الكود بالمنظر ده. طبعا هو هيحط لك انه البايب من سايز 1.5 من نص ل 1.5 ده المواصفات الفنيه بتاعته، من 2 ل 10 ده المواصفات الفنيه بتاعته، من 12 ل 24 ده المواصفات الفنيه بتاعته، من 26 ل 48 ده المواصفات الفنيه بتاعته. ودايما بيقول لك ايه؟ لما يجي يحط لك اكس اس وستاندر جالك كالك، كالك ده يعني ايه؟ يعني لو سمحت تروح اعمل كالكوليشن على حسب الكونديشن بتاعتك. المهم شايف من القصه انه دي استاندارات او حاجه معروفه كده في السوق، لما اجي استخدمها ممكن اروح ارجع ليها واستخدمها على طول اعمل ريبيت ليها، فتبقى حاجه متعرفه جدا. سابقا دي موجوده فينا يا باشمهندس. لو حضرتك بصيت على البرنامج ما تشغلش بالك انه التفاصيل كتير، لو حضرتك بصيت على البرنامج هتلاقي مثلا الاكواد بتاعه البيب كلها معظمها موجوده اهي، البي ام 01 اس مش عارف ايه 0 جيم. انت لو عملت ريبير لاي واحده منهم في الاحكام هتلاقي التفاصيل بتاعتك ماتشنج اكزاكت، ماتشنج اكزاكت مع نفس الستاندرد اللي انت فاتحه. شايف الستاندرد اهو، افتحه في الفولدر اللي انا بعرفها لكم المره اللي فاتت على الميديا فاير، هتلاقي المواصفات الفنيه دي كلها البرنامج جايبها من هنا. البرنامج جايب التفاصيل دي كلها منين؟ هو ما اخترعهاش، هو راح على الستاندر المشهور اللي هو البروسيس اندستري براكتس اللي هو ده، راح جاب الستاندر ده وقال لك والله انا هعمله ك تمبليت او ديفولت ارنجمنت سبيكس الموجوده في البرنامج اللي انت تقدر ترجع ليها وتشتغل بيها. معايا يا باشمهندس؟ وهكذا. احنا دلوقتي مثلا اشتغلنا على السي اس 150، جت من السي اس 150 ده تمبليت ستاندرد. انت لما بتيجي تشتغل في مشروعك انت بتعمل الستاندرد اللي انت شغال عليه او البايب سبيكس اللي انت شغال عليه. طيب يبقى احنا اتفقنا ان ده دايناميك، والبلد اللي هنا بتتغير دايناميك مع الكود اللي انت شغالته ده. فانا مثلا لو جيت هنا عملت سي اس 150، سي اس 150 هتلاقي السبيكس دي كلها اتغيرت. معايا؟ طيب عندنا حاجه، اول حاجه اللي هو الدايناميك بايب سبيكت، دايناميك بايب سبيكت دي اللي هو كل ما اغير هنا دي بتتغير. ماشي يا باشمهندس. يبقى احنا اتعلمنا ان ده اللاين نمبر، ده السايز بتاع اللاين اللي انت بترسمه، ده البايب سبيكت اللي انت شغال عليه. تمام كده؟ طيب عندنا حاجه اهو اسمها ايه؟ اسمها الساين تاج. انا لو جيت بكتب اللاين انا ممكن اجي هنا وتكتب على طول. من شويه هاجي على خط اكزيستنج، يعني الخط مثلا انا لازم خط المنظر ده. انا عايز اعمل له تاج معين، فانا بعمل له سيلكت
للخط دوت، وهقول له اسين تاج، بمجرد ما اعمل اسين تاج هيقول لي سيلكت برضه كل ده ازاي. يعني ده ان شاء الله مركب. طيب في عندنا حاجه اسمها البي اي دي لاين ليست، وان شاء الله هنشوفها مرحله متقدمه شويه، انه دي بتربط لك دي ودي بيربطوا لك ما بين البي اند اي دي والبلاند 3 دي، فانت شغال في بي 3 دي تقدر تربط ما بين الاثنين دول مع بعض. ماشي يا باشمهندس. الحاجه اللي هنا في هنا اسمها ايه توجل بايب بند، سيبك منها لما نحتاجها نجي لها ان شاء الله. عندنا حاجه هنا اسمها ايه بايب لاين تو بايب، يعني ايه؟ يعني لو حضرتك راسم لاين عادي خالص اهو خط ال ال، وارسم لاين بالمنظر ده وبعدين حودت بالمنظر ده وحودت كده وطلعت لفوق، هو رسمت خط بالمنظر ده، هو ده بالنسبه لي بايب، انا عامل له اكستراكت او رسمته على انه بايب. ما تروحش ترسم بايب بقى عليه، اعمل بس سيلكت للخط دوت وقول له ايه لاين تو بايب. لاين تو بايب اهي هيقول لك ايه، شوف تحت بيقول لك ايه سيلكت اوتوكاد لاينز او بولي لاينز او اركس تو كونفرت، انت هتختار الاولاني الثاني الثالث الرابع ورايت كليك. المواصفات الفنيه منين؟ من اللي انت عامله ده اللي هو الاربعه بوصة بلس 150، وهيدي لك تاج نمبر 1001 لانه هو ده اللي مفتوح، فطول ما انت فاتح ده اي حاجه هرسمها يعتبرها ان هي 1001. معايا يا باشمهندس؟ فانت لو حضرتك جيت اصلا في اللايرز اللي هنا هتلاقي ضاف لك لاير اسمها 1001، اي 1001. لو جيت عملت طيب ممكن اجي هنا اللايرز واجي على سيلكت اول واجي على اللايرز كلها انا هقفلها، ترم حتى الكلام كلير كله هيتقفل اهو باستثناء انا عايز افتح مين 1001 عشان بس اوريك بعمل ايه. 1001 هنظهر، شايف؟ مع انهم خطين منفصلين تماما عن بعض، هو اعتبر انه ده وده نفس الخط. ليه يا باشمهندس؟ لان حضرتك وانت شغال بترسم الخط بتاعك كنت فاتح هنا التاج نمبر 1001 معايا؟ فطول ما انت فاتح الخط ده هو هيرسم عليه اعتباطا انه انت فاهم ان انت بتعمل ايه، فكل اللي انت بتعمله ده خط واحد. ممكن توصله بعد شويه ما توصلهمش، دي مشكلتك مش مشكلته. معايا؟ طيب نرجع تاني اللايرز كنترول ايه ويظهر بلون. تمام يا باشمهندس؟ فحضرتك خلي بالك كويس جدا من النقط دي، يبقى احنا عرفنا ازاي نحول لاين تو بايب. دي ان شاء الله هنتعلمها كمان شويه واعرفها لك، ان دي لها ربط ببرامج الديزاين بتاعت الستريس اناليسيس. خلينا نقولها على طول، انا لو جيت على لاين زي ال 1001 دوت وقلت له بي سي في، خليني اختار اللاين كله. طيب عشان اختار الخط دوت بقول له رايت كليك واقول له ايه اد سيلكشن اول كونكتد بارتس، اد سيلكشن اول كونكتد بارتس، هيجيب لي طالما الخط كله كونكتد على بعضه هيجيب لي مين الخط اللي هقول له بقول له بي سي في تو باي. كل اللي هعمله هختار بس مسار الملف اللي هيطلعه، هيطلع الملف بامتداد بي سي في، وهسمي الملف ده مثلا 1001 على سبيل المثال على الديسك توب. هفتح بس واوريه لك هو بيعمل ايه، هتلاقي ان هو 1001 ماشي تاني واحد ستوب 1001 جاي ما جاش. طيب خلينا نعمله تاني رايت كليك وتقول له اد سيلكشن اول كونكتد بارتس بي سي في، خلينا احطه في الكومنت يعني هو زعلان من هنا 1001 واقول له اوبن. انا اسف يا شباب، اسف. دي خاصيه هنا انا عملت العكس، هو المفروض اللي انا بتكلم فيها ليه ده بي سي في 2 انه هنا بيطلعه لك ملف بي سي في 2. تنسى النقطه دي معلش، انا متعرض لك مشكله. طيب يبقى احنا عرفنا مين البي سي في 2 فايل ده بيبقى ملف بي سي في. بص يا باشمهندس انا عندي خط بالمنظر ده، خط بالمنظر ده هربط لك، خلينا نقفلها. عندي خط بالمنظر ده انا باجي اعمل له سيلكت واجي على
الايزو مش بالك بالنقطه دي، بس انا عايز اوريك ايه اللي هيحصل. ممكن اعمل اي حاجه فيهم، ايزو كريت ايزو فروم بي سي زو. اكسبورت تو بي سي دي واحد زي واحد ماشي اوكي، واقول له على ديسك توب واقول له عمل لي الملف ده. الملف ده احنا النوت بات حاطط الدايمنشن بتاع الكوردينيشن بتاعت كل نقطه، والاند بوينت بتاع الكوردينيتس بتاعتها اكس واي وزد، والستارت بوينت الكوردينيتس بتاعتها الاند بوزيشن نال، وهو هيحط ايه البول اند بوينت بتاعته كوردينيشن والاند بوينت وهكذا. اللغه دي اللغه بتعمل بيها الكود، يعني عايز اعمل كل المطلوب مني ان انا اطلع ملف بي سي بي اس بي سي اف ده، بي سي اف ده بروح احول نفس اللاين اللي انا رسمته اللي هو زي مثلا برنامج بنتري اوتو بايب اللي هو زي ده، بيعمل لي نفس الديزاين، بيرسم لي نفس الخط ده اوتوماتيك، وبعدين ببدا بيحط لي حتى اماكن السبورتات دي، وبعدين ابدا الاناليسيس بتاعي على طول، مش شرط ان انا ارسم الخط من الاخر. طيب انا هنا في الليد دوت عندي خط انا عامله بي سي في، اهو اسحبه على الديسك توب اهو 1001 واقول له اوبن، هيرسمه لك اهو، وهقول له كريت باي بيج. هو كده عمله كومبليت معايا، هو للاسف هيحط فوق الخط اللي احنا عملناه ده المفروض نحذفه. فالمهم يعني الخط ده هيبقى خطين، يعني انا لو حذفت ده شايف انت بتحذف، انا حذفت الباب الاولاني الباب الثاني موجود اهي، هي ده الليب الاولاني حذفته الليب لسه موجود اهو، وهكذا. يعني هو عامل الخط نفسه مرتين في بعض، ماشي يا باشمهندس. هو ده خاصيه انه لو عندك ملف بي دي اف او بي سي اف ده انا اقدر اسحبه هنا اهو تاني، اهو ده الملف 001 واقول له اوبن، هو الخط دوت اقول له اوكي واقول له كريت باي بينج خلاص، اهو رسم لي الخط تاني بنفس المواصفات الفنيه بنقطه البدايه بنقطه النهايه بنفس التفاصيل. يبقى احنا عرفنا يعني ايه بي سي اف ده، ماشي يا باشمهندسين. طيب هنيجي على اهم حاجه، ده الكريت اوف فيو واتكلمنا عنه. هنيجي على اهم حاجه في الشغل بتاعنا اللي احنا هنشتغله الفتره الجايه دي كلها اللي هو البايبنج. في عندنا حاجه اسمها البوصله، توجل تيك مارك. شايف حضرتك الزاويه اللي هنا تقدر تعمل له توجل على زاويه 15 23 30 45 60، ده هي الزوايا اللي انت ممكن تحطها يعمل توجل عليها. والخاصيه دي لو لغيتها، بص انا هعمل توجل هنا اهو، تعالى نبدا اي بايب اوريه لك. وشايف انا هنا لغيت الامر ده، بص حضرتك هنا انا لاغي الامر ده، شايف البوصله ما عليهاش اي مارك اهوت، وما بتمسكش البايب معايا. يعني ايه؟ يعني هي المفروض على 23 توقف البايب، ما بتمسكش البايب معايا، هي بتمسكه عند الزوايا اللي هو 45 90 180 اللي هو البوصله اللي تحت المجد ده. انا لو لغيته هو كمان البايب ما بتمسكش في اي حاجه. طيب انا مجرد ما فعل الامر ده شايف البوصله بقى مرسوم عليها خطوط، والخط ده ظاهر عليه ان هو مين، ده بتاع كذا وده بتاع كذا، فاهم حضرتك؟ ده الفكره كلها. طيب انا لو عملت هنا توجل على 45 اللي هو الماجنت ده عند 45 بالاتفاق، عند 45 بالاتفاق. طيب انا لو عملت توجل على مش 45 على 30، شايف؟ اعمل لاين تاني مفيش اي مشكله، عند 30 اهو الزاويه اللي بعدها هنا برضه 45 بس التوجل شغال على 30. معلش الغي البرنديكولار مود بس عشان تشوفه، شايف؟ بيمسك معايا على كام؟ على 45 دلوقتي، على 45. طيب اعمل سكيب وغير الزاويه بتاعتك واعملها لي على 30، ماشي؟ واعمل لاين باي، شايف هنا ده الزاويه اهي، الزاويه الثانيه في النص ما بين الكومباس اليمين والشمال، الثالثه اهي 30 60 90، شايف حضرتك الرقم اللي بيتكتب 150 180، يعني على حسب الزاويه اللي انا عايزه يمسكها لي هو بيمسكها لي. طيب انا لو قلت له مثلا الزاويه بتاعتي 45 زي ما احنا في المعتاد وحركت، شايف هو الزاويه 45 الجهه دي 45 الجهه دي، حتى انت لو هتقف في النص مش مشكلته، لكن هي 45 الجهه دي. هي طبعا البوصله هنا ما عملهاش كتير لانه الخيارات اللي قدامك ان انا احمد بالقلب اخره انه يجيب مثلا 90 درجه، مش هيجيب بعد كده. لكن انا لو في بدايه الخط زي كده رود نيو لاين اهو برسم اهو جايب لك البوصله كامله. يبقى انت عرفت حاجتين يا باشمهندس. الحاجه الثانيه انه هيرسم على التوجل نفسه كام، تعال نقول له هنا مثلا زاويه 15 وتعال نقول له رود بايت، شايف الزاويه كلها 15 مرسومه كلها، لكن هو هيمسك المغناطيس ده هيمسك عند زاويه كام؟ عند زاويه 45. لو نزلت ده ال 15 هي كمان يبقى هيمسك عند كل الزوايا ال 15. معلش احذفها تاني جديد، شايف الزوايا ال 15 اهي، انا بتحرك كده تلاقيه بيسحب البتاع كأنه في مغناطيس بيمسك البايب،
فاهمني يا باشمهندس؟ يبقى ده ايه؟ الاولاني ده المارك اللي على البوصله عايزه كام؟ احنا دايما بنسيبه 45، والثاني ان احنا برضه بنسيبه 45 في الغالب، الا بقى لو عايز تمشي بنون ستاندر لاين. الحاجه الثانيه هنا يظهر لك البوصله او ما يظهرهاش، يعني ايه؟ يعني انا لو لغيت الامر ده بس قلت له روت لاين انا ماشي اعمل، مفيش بوصله خالص ولا في اي حاجه رسمت. معايا يا باشمهندس؟ نفس القصه، انا هظهر البوصله. الحاجه الثانيه هنا ايه؟ اللي هو التوجل تولرانس، اللي هو ايه؟ السماحيات بتاعه التولرانس بتاعك يشغلها لك ولا لا. بص ايه اللي هيظهر معايا؟ في شويه سماحيات بتبان شويه، مش مشكله، ما نشوفش ولا كده. لما يجي وقتها ان شاء الله ممكن. طيب يبقى احنا عرفنا ايه؟ البوصله بتاعتك بيترسم عليها كام زاويه هنا، وهنا المغناطيس بيمسك عند كام زاويه. طيب هنا ده السيت اليفيشن، يعني انا مثلا عايز ارسم خط، انا لو بدات من هنا هيلقط لي اي نقطه في اكس واي وزد، فالخط هيضيع مني. فانا لو جيت هنا في الاول وقلت له لو سمحت شغال التوجل سناب ده، وقلت له لو سمحت انا عايز الخط ده يبقى ارتفاع 2000 كله روت لاين، وتعال على ده وقول له ارتفاع 2000 وضغط انتر، وبعدين قول له روت لاين، هتبدا تربط الخط ده. لو جينا عند الخط ده ووقفت عليه وجيت على النقطه بتاعت الاليفيشن ده، هتلاقي بص السنتر بوينت السي او بي 2000، لقط انه هو مفكسد ان السنتر بوينت بتاعته 2000. طب ليه السنتر بوينت؟ لان انا مختار من هنا السنتر بوينت، انا هنا اقدر اجيب مين السنتر بوينت، التوب بوينت، البوتوم بوينت، وفي حاجات تانية كتير بقى، التوب بوتوم والتوب سنتر والكلام ده كله، بس هو الريجولر بتاعنا يا هي التوب اوف فايب يا هي السنتر اوف فايب يا هي البوتوم اوف فايب. فهو عشان انا معلم هنا السنتر اوف فايب وقلت له خلي بالك اعمل لي توجل بالمغناطيس بتاعي على الاليفيشن 2000، فانا لما جيت ارسم الخط بتاعي هو محافظ لي على الاليفيشن بتاعي 2000. معايا يا باشمهندس؟ يبقى الاليفيشن بتاع الخط انا ممكن افكسده بمنتهى البساطه ازاي؟ من الخاصيه دي، ان انا مثلا عايز الخط بتاعي طول ما انا ماشي يحافظ لي على الاليفيشن 2000. ماشي يا باشمهندس؟ طيب احافظ على البوتوم اوف فايب، احيانا لما باجي ارسم الخط بتاعي فوق الستيل ستراكشر، فعشان اريح نفسي بقول له البوتوم اوف فايب واقوم حاطط الاليفيشن بتاعي 2000. يعني مثلا عندنا الاستراكشر ده على سبيل المثال، الاستراكشر ده على سبيل المثال انا عارف الاليفيشن بتاعه، لو تفتكروا الجريد لسه مرسوم هناك ايه؟ تعالى نعمل لها روتيت ايه؟ 4000. فانا عارف ان هو 4000 نقط على ده، خليها 4000 واقول له البوتوم اوف باي، وبعدين اقول له رايت باي. انا هرسم الخط دوت في اي حته، قول له انتر، تعالى بس نحط الخط كده ونقول له ايه السايد فيو اهو. شايف حضرتك الاليفيشن بتاع البايب؟ هو حافظ هنا على البوتوم اوف باي بتاعه الخط على ارتفاع 4 متر، فهنا هيسهل عليا كتير جدا وانا برسم الخط انه يحافظ لي على البوتوم اوف فايس. طيب الكلام ده كله يا باشمهندس احيانا ما بنستخدموش اصلا في الرسم، لانه ده بتاعت الاسلوب طبعا، الاخيره دي بتاعت الاسلوب، والباقي ان شاء الله هنكفره لما ندرس. الكلام ده كله احيانا ما بنحتاجوش، لان البرنامج فيه حاجه اسمها دايناميك انبوت، والدايناميك انبوت سهل جدا في التعامل معاه. بتيجي حضرتك على الثلاث شرطات دهمت تضغط عليها، هتلاقي فيها حاجه عندك اسمها دايناميك انبوت. الدايناميك انبوت لو مش فعاله فعلها، وبعدين هتلاقي فيها ايقونه ظهر بتاعت الدايناميك انبوت اللي هي ده، لو مش اكتف اضغط عليها اكتف. تاني يا باشمهندس الثلاث شرطات اللي في الجنب دول اللي هم بتاعت الكستمايزيشن، نفتحهم هتلاقي حاجه اسمها دايناميك انبوت، علم عليها ان الصح دي تيجي. بمجرد ما بتيجي بتظهر لك ايقونه جديده هنا اللي هي بتاعت الدايناميك انبوت. شوف بقى مجرد ما اعمل الدايناميك انبوت، تعالى نروح نشتغل. انا عامل روت باي، شايف اولا الاكس والواي والزد شغالين معاك دايناميك انبوت. دخل اهوت ده مثلا عايز احطها عند صفر، تاب صفر تاب صفر، هيروح يلقط لك النقطه اللي اصلي، تضغط انتر راح نقط نقطه الصفر اهوت اوتوماتيك، وبدا من هنا همشي هو الارتفاع. شايف عايز ايه؟ عايز الارتفاع ده كام؟ قدام حضرتك مربع اهوت بيتغير الدايمنشن بتاعه، عايز الارتفاع ده مثلا 10 متر 10000 اهو 1000 متر واحد، وتاب الزاويه بتاعتك كام؟ 90 درجه؟ لا انا مش عايزها 90 درجه، هو دايناميك انبوت انا عايزها 60 درجه. شايف حضرتك؟ روح بقى للخط، عشان انت مشغل الدايناميك انبوت اهو مشى في المسار اللي انت حددته له بارتفاع 1 متر. معايا يا باشمهندس؟ فالدايناميك انبوت شغال معاك في كل حاجه. طيب تعالى نرسم خط كروكي كده ونبدا نشغل عليه الدايناميك انبوت. اهو خط اهو يمين شمال، وبعدين هحوط كده اهو 90، وبعدين هطلع لفوق فاعمل كنترول رايت كليك وهطلع بالخط لفوق. هو رسم لي خط بالمنظر ده وحط الانبوت وحط كل حاجه. انا عايز طول الخط ده ما يزيدش عن مثلا 3 متر. حضرتك هتلاقي اي خط محطوط هتلاقي فيه نقطه في الاول ونقطه في الاخر، نقطه مربعه كده صغيره لونها اخضر كده في الصوره، اسحب النقطه دي ويتحرك بيها، هات على المكان اللي انت عايزه بالظبط
نعمل اف 8 عشان ما يروحش مننا، وهات على المكان اللي انت عايزه بالظبط حطها معايا. الاليفيشن بتاعك اهوت انا عايز احدده انه 3 متر، اختار النقطه دي. عايز الاليفيشن بتاعك كام؟ انا هاجي اعمل تاب، ده ايه؟ سنتر اوف بوينت، تاب البوتوم اوف بوينت، تاب التوب اوف بوينت، التوب اوف فايب، تقدر تحط اي واحد فيهم. فانا هاجي مثلا على السنتر اوف فايب واحط مثلا 1000 1 متر، هو هيعدل لك الاليفيشن بتاع البايب. هنا بقى السنتر اوف الاليفيشن بتاع البايب هنا بقى كام؟ بقى 1 متر. نفس القصه، اجي عند الاند بوينت ده عايز اثره ان المسافه من هنا لهنا تقل تتحرك، بقى الدايناميك انبوت معاك شغال في جهتين، الجهه اليمين والجهه الشمال، تقدر تاثر اي واحد فيهم. فانا عايز مثلا المسافه من سنتر الخط اللي هناك لغايه النهايه بتاعتي 1 متر، زي ما كنت بقول لحضرتك اكتب 1000 وقول خلاص انا اثرت المسافه بتاعتي دي كلها بقت 1 متر. معايا يا باشمهندس؟ نفس القصه تقدر تعملها هنا؟ اه اقدر اعملها هنا، بس هو التوجل هنا شايف تاب ما بيبقاش شغال قوي. ليه؟ لانه خلاص بقى عنده فيتنج هنا وقلبه. لكن انا لو حذفت ده كنترول زد، لو حذفت الاند ده وحذفت الاند ده وبدات اخد الاند بوينت بتاعتي ده الدايناميك انبوت، وبدات اخد الاند بوينت بتاعتي هتلاقي الدايناميك بوينت بتاعك شغال انت شايف اهوت، وتقدر تحدد مثلا دي ولتكن 3 متر 3000. فانا قصرت البايب بتاعتي كام؟ 3000. طيب تعال نخش على البارامترز اللي هتظهر لي على اي بايب لما ارسمها. اول حاجه هتلاقي نقطه نقطه ميه كده من العمود، ده معناها ايه؟ معناها ان البايب بتاعتك دي اند بوينت، يعني مفتوح، يعني انت ما قفلتهاش. انت تتقفل لما تعمل لها كونكت على حاجه معينه، او تيجي في الاخر خالص تحط لها بلايند بلانش. شايف حضرتك انا رايح احط بلايند اه، البرنامج دايناميك بمجرد ما تحط البلايند هو يروح اوتوماتيك يفهم ان انت حاجه اسمها بلايند، بتروح تلحمها في البايب وتحط الاورينتيشن بتاعته لصفر. اللي يهمنا من هنا ان انت بمنتهى البساطه كان ظاهر ان هي اوبن اند اتقفلت اهي. الحاجه الثانيه اللي عايز اوريها لك من الدايناميك انبوت بتاعتك انه لما بعمل سيلكت اللاين بتظهر لك فيه ثلاث نقط اساسيه، النقطه الاولانيه بتاعت الستارت بوينت، النقطه الثانيه بتاعت الاند بوينت، والنقطه اللي في النص. النقطه اللي في النص دي موف بارت، انا اقدر احرك البارت ده كلها في الاكس ده، في الاكس ده اقدر اتحرك بيها فوق وتحت فوق وتحت، هتلاقي فيكسد لانه انت الخط بتاعك له جهه ثانيه. لكن انا اقدر اثره بجهادي او اقدر اثره بجهادي، ولو عايز اثره بجهادي مثلا ممكن اقول له 1000 واقول له انتر، اه اثرت 1000 جهادي معاك كلها. دي يعني ايه؟ يعني موف اند، اقدر اقصر البايب دي مسافه محدده او اطولها مسافه محدده. الحاجه الثانيه النقطه دي نفس القصه اقدر اقصرها، بس هيأثر منين؟ من الجهه الدايناميك اللي معاك. انت بتحرك جهه اهو، انا عايز اتحرك من الجهه دي واقصرها 500، نفس القصه اكتب 500 واحركها تتحرك معاك. النقطه دي اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاليفيشن، بمجرد ما بقف عليها اصلا بيجيب لك البوتوم اوف فايب والسنتر اوف فايب والتوب اوف فايب. عايز تغير فيها بتضغط عليها كليك وتبدا تضغط تاب. التوب اوف فايب مثلا دلوقتي عامله معايا 1057 والسنتر اوف فايب عامله معايا 1000، عايز اعدل فيهم اي حاجه بعدلها. شايف النقطه بتاعت الصفر ده اللي تشينج دلوقتي، انا عايز اللي تشينج بتاعي يبقى كام؟ 10 مللي، هغيره 10 مللي لفوق بس، فهو هيزوده 10 مللي. فانا لو جيت على السنتر اوف بوينت تاني، لو جيت عند النقطه دي وقفت عليها هتلاقي السنتر اوف بوينت بتاعك السنتر اوف فايب، السنتر اوف فايب ظاهر هناك اهوت، شايف بقى كام؟ بقى 1010. انا هرجعه تاني ل 1000 اهو، تاب وهرجعه تاني ل 1000 على سبيل المثال. طيب السهم الثالث اللي هو البلس اللي في الاخر دي، اي اوبن اند هتلاقي جنبها بلس كده، البلس ده يعني ايه؟ يعني كونتينيو باي جروت، اقدر اخد منها البايب وابدا اكمل واكمل عليها عادي خالص ومنتهى البساطه من غير ما اوجع قلبي، وهياخد نفس السبيك ونفس اللاين نمبر بتاع الخط اللي انا عامل كونكت عليه. تمام يا باشمهندس؟ طيب عندنا ايه ثالث؟ عندنا السهم ده هنتعرض له في الاخر. اخر حاجه عندنا اللي هو شايف ده، لما بتيجي عند السنتر بتاع البايب بيبقى فيه بلس كده. بلس ده يعني ايه؟ يعني اقدر اخد برانش من هنا. برانش ده عايزه في الاتجاه ده، ولا تعمل كنترول ورايت كليك وتغير الاتجاه بتاعه لتحت اهوت او لفوق اهوت زي ما حضرتك شايف. اه هاخد لفوق مثلا على سبيل المثال. اهو لفوق وعمل لي ايه؟ عمل لي هو ايكوالتي وحطه وحط المواصفات بتاعته كلها وفي ثانيه واحده. الحاجة التانية نفس القصة، أنا برضو عندي نفس النقطة أهي بتاعت الفيتنج أهي، أقدر أتحرك من الليل وده أجيبه جهادي شوية، وليكن أجيبه جهادي 100 مللي. لا والله هرجع بيه جهادي 60 مللي. أه 500 نص متر. فاهمني يا باشمهندس؟ يعني البرنامج دايناميك معاك وتقدر تتحرك من أي نقطة لأي نقطة. طيب شايف النقطة دي؟ أنا عايز بعدها من الخط كام؟ شايف النقطة دي؟ تقدر تحرك القلبو نفس القصة، تقدر تجيبه من هنا نفس القصة وهكذا.
من زي ما قلت. ماشي يا باشمهندس، يبقى انت عارف انه نرجع تاني كنترول زد 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 زد، وانا عندي السيجمنت بايب، عندي السيجمنت بايب كان عندي علامه بلس، علامه البلس ده يعني اد برانش معايا، اد برانش، هاخد برانش يمين، هاخد برانش شمال، هاخد برانش فوق، برانش تحت، زي ما انت عايز. ماشي يا باشمهندس، يبقى احنا كده علمنا الانوتيشن. طيب عندك المثلث اللي فوق شرطه ده بيغير لك البايب السبيكس بتاعته، دي ان شاء الله هنتعلمها في حاجه ثانيه، لان المتاح عندي هي بس 4 انش بايب سيمليس، ما فيش خيار ثاني يوافق نفس المتطلبات. طيب انا هحذف البايب ده، تعال نشوف الالبو ده لما حذفت الاند كونكشن بتاعته، هتلاقي الالبو مثلا نوع حاجات ثانيه، الالبو له نقطه اهي ونقطه اهي ونقطه اهي، نفس القصه، النقطه دي تقدر تتحرك منها، تتحرك من الخط كله، النقطه دي نفس القصه تقدر تتحرك منها، النقطة دي نفس القصة تقدر تتحرك منها، بس هنا الفرق ان انا اقدر اقصر البايب اللي قبليه او اطولها. ماشي، البلس ده نفس القصة، اقدر اكمل الخط بتاعي سواء بفيتنج او سواء بوايب، نفس القصة. في عندك حاجة تانية، سهم غريب كده، السهم ده عليه هيعمل لك فليب للقلب، يعني الفرق الجهة التانية، الجهة دي فليب، ده بيعمل 90 درجة. بعد الفيتنج هتلاقي عندك اتنين سهمين زي ده، لو حذفت البايب ده كمان هيظهر لك سهم تاني، كنترول زد، لو حذفت البايب ده هيظهر لك سهم تاني، شايف بقى عندك اهو، لانك انت كنت عامل له كونكت من الجهه الثانيه، فما كانش يقدر يعمل فليب او يعمل له روتيت في الجهه الثانيه، فانا اقدر اعمل الالبو ده يمين وشمال والجهه الثانيه زي ما حضرتك شايف، تقدر تلف يمين وتلف شمال وتعمل في اللي انت عايزه. في عندك حاجه ثالثه اللي هو الكوره المدوره دي، الكوره المدوره دي يعني روتيت، انا اقدر الفه باي زاويه بقى، هنا مش 90 درجه ولا 180، اقدر اعمله ب 90 وبصفر وب 45 وباي زاويه انت عايزها، ولو قفلت الاورسو هتشوف اه تقدر تلف على 45 على حسب البوسطه ما تجيب، ولو كتبت له 35 بس هجيب لك 35 اه، انا كتبت 35 لفه بزاويه 35 درجه، فانت تقدر تلف الفيتنج بتاعتك على الزاويه اللي انت عايزها. معايا يا باشمهندس؟ الكلام ده كله تكتب كراري بالحرف في كل الفيتنج بتاعتك. تعال نكمل زي ما احنا ماشيين، نقول له رود بايب وذا بايب اهوت، وحولنا 90 درجه وحولنا 90 درجه ثاني وقلنا له اوكي. يبقى احنا اتعرضنا لكل التفاصيل اللي نقدر نعملها. طيب انا عايز اعمل سيلكت للخط ده، باجي على اي بارت فيه كده واقول له رايت كليك واقول له اد سيلكشن واقول له اول كونكتد بارتس. اول كونكتد بارتس دي يعني ايه؟ يعني هيعمل لي سيلكت لكل البارتس اللي موجوده ده. ماشي يا باشمهندس؟ تمام كده؟ طيب لو جيت حطيت فلانجه في النص دوت، طبعا الخصائص بتاعت البيك اند دروب طول ما انا شغال في السبيك تقدر تعمل بيك اند دروب لاي حاجه، يعني انا مثلا ممكن اجي هنا على الكاب ده سوكت ويلد بيفل اند ده، واجي هجيب بيفل اند واختار النقطه بتاعت الاند بوينت ده، وهيقول لي الاورينتيشن بتاعها 0 و90، طبعا الاند كاب ما بتفرقش معاك في حاجه، هو 0 واقول له انت قفل الاند كاب ده. نفس القصه هاجي هنا على مين؟ على الفلانج، واجي احط فلانج في النص عند اي نقطه، مع ان واخد فرد واحد، هو عامل فردين بتاعتك اهي، وبيقول لك الالاينمنت بتاعها هكتب 0 واقول اوكي، او اختار الروتيشن بتاعها تاني اهو فلانج واجيبها هنا، وهختار الاورينتيشن بتاعها تكون لفوق واقول له اوكي، والامر يفضل شغال معاك زي ما حضرتك شايف. فانا مثلا حطيت فلانج هنا وحطيت فلانج هنا، ونفس القصه تقدر تيجي على الفلانج اهي وتسحبها من النقطه تحطها عند الاند كونكت، فيبقى هي دايركت بايب مع الفلانج، هتلاقي بيسحبها بطريقه غريبه كده في الاخر، تلاقيها تحس ان هي بتتشد منك وانت شغال. اهي شايف اول ما اسحبها اهي، فبقت كده قلبه بفلانج على طول، مفيش اي بايب في النص. طيب انا لو جيت على القلب ده قلت له رايت كليك وقلت له بارت سيلكت، قلت له ايه؟ البارت اد سيلكشن ده، وقلت له ايه؟ كونكتد سبول نمبر. السبول نمبر هي طبعا سبول نمبر، عندك شويه سيلكشن اهي، اول كونكتد بارتس دي اي حاجه كونكتد هيعمل لها سيلكت زي ما حضرتك شايف. طيب رايت كليك قول كونكتد باس بتوين تو بارتس، يعني انا مثلا ممكن الخط ده يبقى طويل جدا، فاجي اختار النقطه اهي واختار النقطه بتاعت النهايه واقول له رايت كليك واقول له سيلكشن واقول له كونكتد باس بتوين كونكتد بارتس، هم اختار لك الخط من الاول للاخر على حسب ايه الكونكتد كونتينيوتي بتاعته، انه لازم يكون كونكتد كلها ببعضها. طيب ممكن اجي على ايه؟ على اد سيلكشن، وهتلاقي عندك حاجه اسمها كونكتد لاين نمبر. كونكتد لاين نمبر ده انا لو خط تاني اوريك نفس القصه اللي كنت بحكيها لك من شويه. اللاين نمبر ده 1001، لانه التاج اللي انا حاطه لسه لحد الان 1001، واللاين نمبر ده 1001، لو جيت عملت سيلكت على اي حته انا قلت له رايت كليك وقلت له سيلكشن، اللاين نمبر هيعمل لي سيلكت للخط اد سيلكشن لاين كونكتد انتاير لاين نمبر، انتاير لاين نمبر طالما اللاين نمبر 1001 ده موجود في اي مكان تاني هيعمل له سيلكت، فهو عامل سيلكت للمنطقه دي وعامل سيلكت للمنطقه دي. معايا يا باشمهندس؟
طيب لو جيت عملت رايت كليك وقلت له اد تو سيلكشن وقلت له سبول نمبر، دي سبول نمبر لما نيجي نعمل سبولنج ان شاء الله هنتعرض لها، لكن ده السيلكتنج بتاعها. ماشي يا باشمهندس. نفس القصه بقى، تقدر تعمل ايزوليت سيلكتد بارت وايزوليت او هايد سيلكتد بارت، دي خاصه بالبايبنج تحديدا، لانك احيانا بتعمل تحتاج تخفي جزء من البايب وانت شغال على سبيل المثال. ان شاء الله هنتعرض لها. طيب يبقى احنا اتعلمنا كده ايه؟ ازاي نعمل، اتعرفنا على الاوامر اللي بنبدا نستخدمها في البرنامج ده. تعال نرجع للتفاصيل اللي احنا قلنا فيها ده، ونقول هنرسم لاين من النوزل ده للنوزل اللي هناك ده زي ما اتفقنا. قول ده النوزل دي هي 6 بوصه صح ولا هي دي؟ 6 بوصه، والنوزل ده 6 بوصه ماشي، برضه 6 بوصه. وهنعمل تاج نمبر بتاعه روت، هعمل النمبر بتاع ده كام؟ 1002، عشان احنا شخبطنا في 1001 ده كتير جدا، فسيبك منه دلوقتي. بمجرد ما اقول له اللاين نمبر 1002، السايز بتاعك كام؟ انا هعمله 6 بوصه، فاختار 6 بوصه. الكلاس البايبنج كلاس بتاعك انا اختار سي اس 300، لان الفرنجه دي 300 والفرنجه اللي هناك 300، فانا اختار 300. وبعدين اقول له روت لاين. انا محتاج ابدا روت لاين امتى؟ لما اكون هبدا من الصفر، يعني هبدا لاين من هنا وابدا. لكن لو موجود عندي اكزيستنج فلانج مش محتاج اعمل روت لاين. انا كل اللي محتاجه احدد المواصفات الفنيه بتاعتي، وما بتضغطش روت لاين ولا حاجه. طالما ال 1200 او 1002 شغاله ب 6 بوصه، هتيجي على الفلانج ده وهعمل روت لاين، هاخد المؤشر ده واطلع بيه. هتلاقيه هو اوتوماتيك اعترف انه الخط ده هو 1002 وان هو 6 بوصه وان هو كلاس 300. معايا يا باشمهندس؟ وهنطلع بالخط بتاعنا كده، هنطلع بالخط بتاعنا في الدايركشن اللي انا عايز امشي فيه. فانا هطلع مثلا في الاليفيشن بتاعي بالهايت زي ما اتفقنا، دايناميك انبوت، هطلع 1 متر فهقعد 1000 وانتر، وبعدين احوط بالالم بتاعي 90 درجه. 90 درجه انا عايز اطلع من المحور ده اخش في المحور الثاني، فهعمل رايت كليك مع كنترول اهو لف الجهه الثانيه اهو، وهتحرك من هنا مثلا سي مسافه وليكن 8 متر او 6 متر. حاول تعمل اوربت على قد ما تقدر عشان تقدر المسافات بتاعتك، فهي 13 متر، انا عاملها مثلا سي 11 متر، 11000. ماشي يا باشمهندس؟ عامل 11000، وبعدين هطلع لفوق المسافه اللي انا عايزها، فهطلع مثلا سي مسافه كام؟ اتاكد اعمل اوربت وتاكد ان انت طالع لفوق. سي انا هطلع هنا مسافه كام؟ انت ممكن تيجي تختار سناب على اي نقطه من دهين، وهو هيلقط عندها الهايت بتاعك. فانا هعوض مثلا، خلينا ماشيين زي ما احنا دوت، واقول له مثلا 12 متر، 12000. واحنا عندنا الدايناميك جنب بيسمح لنا ان انا اعدل اي حاجه. وهعمل رايت كليك واحود يمين، رايت كنترول مع رايت كليك اهو، واحود يمين على زاويه 90 درجه، واعمل روتيت كده عشان تبقى شايف انت ماشي فين، وهمشي بالخط بتاعي. وتعالى اعلمك حاجه جميله جدا. انا دلوقتي عملت الخط بتاعي بالمنظر ده، انا عايز الخط ده يربط على الفلانج ده، ففي عندنا حاجه اسمها دايناميك انبوت او اوتو كونكت. انا كل اللي هعمله هحذف كل المسافات دي عشان هو ياخد افضل روت، وهاجي عند النقطه دي اعمل روت عادي خالص زي ما انا شغال، واختار الاند بوينت بتاعتي اللي هي الفلانج ده. ومجرد ما اختار الفلانج بتاعتي هو عمل روت اوتوماتيك للخط ده. ومش كده وبس، هو بيقول لك ايه، هو عنده بريفيو نيكست سوليوشن، عنده 1 من 4 عايز ان ايه، هو النيكست الارنجمنت دي برضه عجباك ولا لا؟ نيكست. هي الارنج دي افضل ارنجمنت عجباك ولا لا؟ نيكست. دي افضل ارنجمنت ولا لا؟ عجباك. نيكست. فانت تقدر تقعد تعدل فيهم لغايه ما تاخد الارنجمنت اللي عجباك. دي كانت افضل ارنجمنت، فين؟ اللي هي دي، هعدل فيها شويه واقول له اوكي. يبقى ده اهي، واقول له اكسبت. معايا يا باشمهندس؟ يبقى هو عامل المسار بتاعي اوتوماتيك، هو اللي اختاره وهو اللي عمله. طلع بالفلانج دي اوتوماتيك، وبعدين عدى بيها كده، وبعدين طلع بره البايب راك من الهاند ريل من هنا، ونزل المسار اللي انا كنت ماشيه فيه. معايا يا باشمهندس؟ فيبقى ده اسمه اوتو روت، انه يقدر يعمل روت للبايب اوتوماتيك. معلش هنعيد الخط ده كله من اول لاخره تاني يا باشمهندس، وعايزك تجرب فعلا ده بدأ. في عندنا حاجه اسمها الاوتو روت. يعني ايه الاوتو روت؟ تعال نعمل هنا لاين، ونقول له هنا هو تاد سيلكشن، ونقول له كونكت بارت ونقول له كنترول زد، لانه كونكت بارت هنا الفيزل، رايت كليك ونقول له سيلكشن، بلاش كونكت بارتز، هنقول له انتاير لاين نمبر ونقول له يبقى انا حذفت الخط بتاعي تاني.
في عندنا حاجه اسمها الاوتو روت او الاوتو لاين. انا ممكن اخد النقطه دي واروح دايركت على الفلانجه الثانيه، واول ما اعمل سيلكت اقول له لاين، هيجيب لي كل الخيارات المتاحه. شايف هو خد المسار هو 90 درجه وبعدين طلع، انا ما رسمتش ولا خدت، وهقول له نكست، ده الرينجمنت موجوده انه يطلع من فوق البيزل وبعدين يحط كده، اقول له نكست، لا والله هو طلع حافظ على المنسوب وبعدين عدل مساره، نكست. طبعا تقدر تعمل اوربت وتشوف المسار اللي هو بيعمله، هو بيرسم ايه زي ما انت عايز. نكست، هذا مثلا مسار من ضمن المسارات اللي هو افضل مسار بالنسبه لي. نكست، مسار تاني انه يمشي فوق البيزل ده وبعدين يمشي كده وبعدين يمشي كده. نكست نكست، المهم خد المسار اللي يريحك، خد المسار اللي يريحك. وقول له اوكي. فده افضل مسار بالنسبه لي، وهقول له اوكي. ولو عايز اعمل له ايديت هعمل له ايديت زي ما عايز. يبقى مثلا دي خاصيه اسمها الاوتو روت، ان انا اخد من البدايه والنهايه. الخاصيه دي بتلتزم فيك في حاجه شويه، انه لو ما في لو في ريديوسر ولا حاجه يعمل لك انتربت مسار خط. يعني لو الفلانج دي 8 بوصه والفلانج دي 6 بوصه، الاوتو روت مش هيعرف يحط الريديوسر فين فهيتوه منك ويعمل لك كده. فانت دايما ايه، خد جزء من الخط وبعدين ارسم. طيب دي خاصيه الاوتو روت. انا هرجع للمسار القديم اللي انا كنت عامله الاولاني، اللي هو ده، هو ده المسار اللي انا عايزه. عرفنا يا باشمهندس ازاي نعمل مسار؟ ببساطه خالص، انت عندك الدايناميك كامبوك، انا كنت حاطط المسافه دي متر صح؟ طيب انا مش عايز المسافه دي خالص، شيلها وشيل الفلانج. اولا انا لازم احط ايزوليشن فالف على النوزل دي. يعني اول حاجه لازم احط لي هنا ايزوليشن فالف. انواع البروف اللي موجوده عندي في كلاس 300، انا لسه شغال على سبيك اديتور، الخط هو 1002 وهو 6 بوصه والكلاس 300. البروف اللي موجوده عندي انا عايز هنا بول فالف، ايزوليشن فالف يبقى بول فالف، فهو بول فالف اهو. بول فالف ده خلي بالك مكتوب جنبه بي في، يعني ايه؟ يعني بي في انت، يعني بات ويلد، الكونكشن بتاعته بات ويلد. ما تروحش تجيبه لي وتروح تحطه لي على فلانج، مش هيعرف يحطه لك على فلانج الا ما يحط هو فلانج اوتوماتيك وبعدين يحمى فيه. شايف هو عامل ايه؟ هو حط فلانج ولحم فيها البلد، مش ده اللي انا عايزه. كده انت بوظت مسار الخط بتاعك، فانت خلي بالك من الفيتنج اللي انت بتحطها. انا عايزه فلانجد فلانجد بول فالف. هتيجي على الفلانج مجرد بضاف عليها هتلاقيه رسم لك البلف وعامل ميتنج عليها، وتقول له الاورينتيشن بتاعه، عايز الهاند اليمين ولا 135 90، حط الزاويه اللي انت عايزها محطوطه بصفر وقول اوكي. صفر اللي هي ايه؟ الفيسنج اللي وش النوزل كده، ده هي الهاند ليه. وبعدين مصر المسار الخط بتاعك عادي خالص اهو، كونتينيوتي، واوصل للالبو هتلاقي فيه النوب بوينت، قول اوكي. يبقى انا ايه؟ يبقى انا حطيت البلف بالفلانج بتاعته والبلف كونكتد على الفيزل، فانا اقدر اقفل البلف ده في اي وقت لو عايز اشيل الفيزل او اعمل ايزوليت للفيزل نفسها. يبقى عندك اهو ده الفيزل اهي، وعندك كليرنس كمان فوق البلف بتاعك بمسافه معينه. الخط ده لو وقفت عليه او البلف لو وقفت عليه، لو وقفت عليه هتلاقيه كاتب لك ايه؟ لو وقفت عليه هتلاقيه كاتب لك ايه؟ كاتب لك ان هو في لير 1002، وان الباي بس بتاعتك سي اس 300، وان التاج نمبر لسه مش اساين. اقف عليه كده اهو، وتعالى على البروبرتيز. انا مش عايز اتكلم من الجهه، بس اقف عليه في البروبرتيز ان هو هتلاقي التاج نمبر اهو، اعمل عليه دبل كليك وقول له اساين، او اضغط على المربع اللي في الجنب ده وقول له الكود بتاعك. فانا هقول له مثلا ده بروسيس لاين بي ال، والنمبر بتاعي هحط له نمبر وخلاص، قول له اساين. فانت لو وقفت على البلف تاني هتلاقي كاتب لك ان التاج نمبر بتاعه هو بي ال 001. نفس القصه الخط بتاعك، الخط له بروسيس بارامترز. يعني لو جيت هنا وقفت على الخط بتاعك هتلاقي عندك، بص من اول جنرال وانت نازل دي كلها بروسيس بارامترز. ازاي؟ شايف البورت، البورت بروبرتس دي كلها البورت بروبرتس دي كلها دي الدايمنشن بتاعتك. لكن لما تيجي هنا على البروسيس بارامترز اللي هي الجنرال، هتلاقي مثلا ايه عندك البايب هو ازمه مش عارف ايه، السيرفيس بتاعك انت لسه ما حطيتوش، الانسوليشن ما حطيتوش، الانسوليشن سيكنس لسه ما حطيتوش، المانيفاكتشر بتاعك ده ايه، الديزاين ستاندرد اللي شغال عليه، الديزاين بريشر اللي شغال عليه. لو عايز حاجه تضيف حاجات في دي لها طريقه ونقدر نضيف عليه، زي مثلا عايز اضيف مثلا التست البروسيس لاين اب ده السيرفيس، انا مثلا عايز اضيف الهيدروجيست بريشر وادخله بارامترز بتاعته، ليها طرق برضه نقدر نضيفها. فانا مثلا على سبيل المثال هنا هاجي دوت اقول له انه الخط ده هو التاج نمبر بتاعه 1200 الانسيوليشن، عشان ما اقعدش اكررها لو سمحت اعمل سيلكت وقول له اد سيلكشن وقول له الكونكت بارتس. قول كونكت بارتس هياخد الفيزل، فاقول له اد سيلكشن وقول له انتاير لاين نمبر عشان ادخلها كلها مره واحده. وهاجي على البروسيس لاين هنا اقول له السيرفيس ده، في سيرفيس كتير جدا، في حاجه اسمها سكريبت بلند بريسنج بلو داون بويل مش عارف ايه، اختار الخط الماتش مع الريكويرمنت بتاعك. تعالى مثلا نقول انه ده اهو بي ان لاين فهو بروسيس لاين.
بروسيس مثلا الريجنت، لا هو بروسيس كوندنسيت، لا برضه انا عايزه جنرال بروسيس، جنرال بروسيس، فهو يختار جنرال بروسيس لاين. وانت عندك انسوليشن سيكنس قد ايه، من 5 ل 5 وال 10 وال 15 20، فانا مثلا ايه هو مش معزول فمش هحط له عزل. والانسوليشن سبيك لو عايز تحط له انسوليشن سبيك، التريسنج سبيك لو عايز تحط له تريسنج سبيك، وهكذا. تقدر تحط التفاصيل دي كلها، وتقدر تحط اكثر من كده كمان. الماتيريال هو هنا فاريبل، لان الجاسكت من ماتيريال، البلف من ماتيريال، كل حاجه من ماتيريال، ومش هتقدر تحط دي غير بالبند، كل بند لوحده. تمام كده؟ ففي هنا تفاصيل كتير جدا انت المفروض تبص عليها وتخلي بالك منها. طيب لو الخط ده اصلا كولاته كان اكزيستنج، بمنتهى البساطه حضرتك هتيجي على النيو ده اهي وتعدلها الاكزيستنج، او لو علمت على ديمولش يبقى هو المفروض يتعمل له ديمولش، وهكذا. اكزيستنج ده يعني ايه؟ يعني لما تعمل ام تي او هتلاقي الام تي او مش موجود فيها في كل الخط ده. ماشي يا باشمهندس؟ طبعا بص على الحاجات دي كلها، دي تقدر تضيف عليها ديزاين ستاندرد زي كود زي بريشر. انا اقدر هنا على الديزاين بريشر بتاعي احط مثلا 10 بار على سبيل المثال، فانا احط 10 بار. الويت فاريوس هو بيحسبه الديزاين ستاندرد، ممكن تحط له الستاندرد اللي انت عايزه بولاده، وهكذا. ماشي. السيرفيس احنا هنا حاطين السيرفيس اهو، السكواير. السيرفيس دي بمجرد ما اعمل لك علامه التعاقب ده، يعني هو واخدها من مكان تاني، المكان التاني اللي هو اللي انت حطيتها اهو، بروسيس جنرال بروسيس، فهو اعتبر ان هو الجنرال بروسيس لانه انت واخده من هنا. ماشي يا باشمهندس؟ طيب احنا رسمنا الخط اهوت، تعالى مثلا على سبيل المثال ايه الخيارات البديله للليبو ده؟ شايف حضرتك علامه التجاعد بتاع اسمه السهم اللي فوق الشرط ده، كنا عملناه في البايب ما كانش قدامنا خيارات كتير، لكن شوف الليبو انت عندك هنا الليبو ده، والله برضه مفيش خيارات كتير، لانه يا هيغيروا الليبو 90 درجه، يغيروا البايب بند، والبايب بند هي برضه الليبو 90 درجه، فهنسيبها زي ما هي. لكن عايز اقول لك الحاجه كده، شايف الالبو في الوضع ده، لو بصيت عليه هتلاقي فيه بلس ظهر، يعني البلس ده لو سحبت منه اوتوماتيك حول لك الالبو دي، شايف حول لك الالبو دي وضاف لك برانش جديده، وبقى ده دي، وتقدر تاخد مثلا برانش من الخط ده توديه على مسار ثاني يروح لاي مكان ثاني. يعني مثلا انه الفيزل اللي فوق ده بترمي في الفيزل ده، وفي برانش منها رايح للتانك اللي هناك ده، على سبيل المثال يعني. انا ممكن اعملها، تعال والله نعملها مفيش اي اسف. لكن الشاهد من القصه انه كل ما تقف على حاجه هتلاقي فيه باراميترز جديده تظهر لك، الباراميترز دي ايه بيحددها؟ لو سمحت العب فيها كتير جدا وشوفها، البرنامج فيه دايناميك جامد قوي جدا. ممكن اجي على الاليفيشن بتاع الخط اغيره، اه ممكن تيجي تغيره لو عايز تثبته مثلا على اليفيشن معين، مش عايز تثبته على البتاع، فانا هاجي مثلا على البوتوم اوف فايف واخلي الرقم ده سي 4 متر 4000، نزل ل 4000. انت يوافق انه ينزل ل 4000، ما كانش هيعمل كلاش مع الفلانج ده ومع البايب ده، يعني لو عنده مشكله مش هينزل ل 4000، لكن هو نزل ل 4000 هنا ليه؟ علشان ما عندوش مشكله هنا. معايا يا باشمهندس؟ تعالى نعمل كنترول زد، كنترول زد، انا مش عايز البرانش ده، خليه يلبس زي ما كان. كنترول زد. طيب يبقى انا رجعت قلبه تاني، وزي ما قلت لحضرتك تعالى نغير الاليفيشن بتاع الخط تاني. في طريقه تانيه ان انا اغير الاليفيشن بتاع الخط؟ ايه رايك ان انا مش عايز سبوله هنا، يعني انا يهمني اهم حاجه عندي ان الخط ده لسه هاخد له سبورت من الارضيه، فكل ما يرتفع كل ما السبورت يبقى مكلف، والفونديشن تبقى كبيره، والبندنج والمومنت على السبورت تبقى عاليه جدا. فانت ببساطه خالص الغي السبول. عايز تلغي السبول تعمل ايه؟ تعالى السبوله ده واعمل لها فليت، وخد الالبو من الاند بوينت بتاعته ده شبكها هنا، هو اوتوماتيك هيعمل ايه؟ هينزل لك الخط بالاليفيشن بتاعه كلاته ويطول الوصله ده. فيبقى انا ايه نزلت الخط مباشر، فبقى الخط هنا مباشر ايه؟ بايب بالبو فلانج. ودايما نتاكد ان الخط الاحمر ده كلاته مرسوم زي ما هو كونتينيوس، زي ما حضرتك شايف كده من الاول للاخر، والا هيبقى فيه اماكن هو مش كونتينيوس فيها. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل خط. نفس القصه، تعالى مفيش فيزل في الدنيا كلها بنطلع منها بخط دون ايزوليشن، لانك لو في اي وقت عايز تعزل الخط ده او تعزل الفيزل هتقوص، فاحنا لازم نحط هنا ايه فلانج فالف، نفس القصه. فتيجي نوت وتعالى بمنتهى البساطه اعمل ديليت للفلانج، اعمل ديليت للبو، اعمل ديليت للبو، مش عايزين احنا الكلام ده كلاته، واعمل حتى ديليت للبو ده او سيبه مش ازمه. وتعالى نسحب برضه بول فالف ريست فيس، وتعالى على الفلانج هي حطها، وخلي الاورينتيشن بتاعه لفوق، فالفوق برضه 0 درجه، الهاند
اعمل كونكت، انا عايز اعمل كونكت على نفس المصدر، اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، خد النقطه دي حركها لورا كده شويه، شايف كنترول اس، شايف النيرست لما بينقط معاك بيرميك في داهيه، شايف النيرست لايق معايا اي نقطه، فلو سمحت حضرتك اقفل النيرست عشان ما يلاقيكش، الغي النيرست والغي النود سنتر ميد بوينت ميد بوينت، الغي كل السناب، وانا هرجع في المسار ده وسايب الف نفس المشكله، كنترول زد. طيب خلينا ناخد السناب بتاع اند بوينت وهسحب الالب من هنا اي نقطه من هنا وارجع بيه المسافه اهي، انا بس مش عايز اعمل كده لاي نقطه، انا عايز بس ياخد المسار دوت وهرجع هنا الف بالظبط، اتاكد بس انه السناب مش لاقط اي نقطه، وهرجع تاني هاخد الاند بوينت ده واعمل لها اوت روت ويلقط الملف، خد البلس بتاعك ويروح على البلف لغايه ما يلقط السنتر بوينت زي ما حضرتك شايف، وهيجيب لك الخيارات، ممكن يطلع لك بقلب 45 قلب 45 او قلب 45 بريديوس 45، هتلاقي خيارات كتير، نكست هو ال 90 درجه ده الاكسبتبل بالنسبه لي، وزي ما قلت لحضرتك انا مش عايز المسار ده عشان ما ياكلش البلاتفورم، فهاجي نقعد لغايه ما اجي على البلاتفورم واحطه سحب كدوت مباشره، بس العيب في السحب ان احيانا بيحطوا بكره صغيره هنا، فحضرتك اتاكد انه مش حاطط اي بكره هنا، تمام كده بس. يبقى انا عرفت ازاي احط الالبو، ازاي البلف كده، وازاي الالبو، زي ما حضرتك شايف برضو الالبو عندك تي بلس اهي وبلس اهي، يعني حضرتك ممكن تيجي تعمله تي بالمنظر ده او كنترول زد وتعمله تي بالمنظر ده، نفس القصه موجودهم حضرتك الخيارين وتقدر تعمله، وده ابلكيشن جميل جدا ودايناميك ايديت رائع، ان انا الخط عندي ايديتابل بالمنظر ده. يبقى انا عملت خط من النقطه دي للنقطه دي وعرفت ازاي اعمل باي بوت واعمل روتنج بالمنظر ده. بص مش لازم محتاج حد الاكسس اللي انت بتلف حواليه، معلش ثانية واحدة، مهندس مهندس عبد الرحمن أشرف، وأنا باخد النسخة بتاع الباب زي خدمة دي إن شاء الله هوريها لك يا باشمهندس، قصة تانية خالص هنخش فيها كده إن شاء الله، إزاي نقدر نحدد الأكسس اللي نلف حواليه. بص يا باشمهندس أنت مش محتاج تحدد الأكسس اللي تلف حواليه ولا حاجة، انت البوصله بتتغير معاك اهو، لو انا قلت له اعمل روت تايم انا بتحرك اهو، عايز الف البوصله نفسها هي الاكسس بتاعك او المستوى اللي انت بتلف حواليه، فانا البوصله محطوطه في وضع افقي فانا بلف في وضع افقي، البوصله لو عملت كنترول مع رايت كليك البوصله بقت في وضع راس اهي، فانا بلف في وضع راس زي ما حضرتك شايف، الكنترول مع رايت كليك البوصله بقت في وضع افقي بس بيلف جهه ثانيه، فانا اقدر الف جهه ثانيه، فالبوصله اللي حضرتك شايفها دي هي اللي بتحدد لك المستوى اللي انت بتقدر تلف حواليه، ماشي يا باشمهندس، فانا مش محتاج احدد مستوى معين او محتاج احدد محور معين الف حواليه، لانه ده هيلخبطك كتير جدا، كل شويه عايز تروح ترسم محور وتلف حواليه، لا انت البرنامج دايناميك معاك وانت ماسك الخط عادي زي ما انت عايز. مين تاني؟ في امكانيه لتنزيل المزيد من القطع في مكتبه البرنامج؟ اه طبعا دي هنخش لها في السبيك اديتور فيها تفاصيل كتير جدا، ان شاء الله هنغطيها يمكن الفتره الجايه. ان شاء الله نغطيها بحضرتك ان شاء الله. طيب يبقى ده عندنا السبيك اللي موجوده دلوقتي اللي هي كلاس 150 كلاس سي اس 2. طيب يا باشمهندس انا عايز لاي سبب كان اعمل ايزوليشن بلانش في مكان ما، عادي خالص ممكن تيجي بدراج اند دروب، يعني انا خلصت الخط من اول لاخر، هاجي بدراج اند دروب واحط اي حاجه، احط بلف، تحط فلانجر، شايف الفلانجر؟ هذا الفلانجر بتاعتي ايه؟ ويلد نيك فيست فيس، وهاجي نقط واحطه بمجرد ما بعلم بس بيجيب لي الدايناميك انبو ده، يعني مثلا انا عايز طولها من الالبو اللي جهه اللي فوق دوت 4 متر، هعمل تاب اهوت واخلي ده 4 متر، هيحط الفلانج، عايز الاورينتيشن بتاعها الاتجاه صفر، اه حطيت هنا فلانجة والامر لسه شغال معاك، عايز احط فلانج ثاني هنا كمان عشان تسهيل الترتيب بسبب ما بضرب لك مثال يمكن بتاعي هي 3 متر، بقول له اوكي حطيت فلانج والاورينتيشن بتاعها اهو معايا يا باشمهندس، فالبرنامج دايناميك جدا معاك، تقدر تحط اي حاجه وتقدر تشيل اي حاجه. طيب عايز اخد برانش من اي قلب من دول وانت تتحرك بيه، سهل خالص، خد اي برانش
والله ماشي. تعالى على سبيل المثال ناخد من الالب ده برانش ونوصل بيه للفلانجة دي. الفلانجة دي واقف عليها، اتاكد ان هي دي 14 بوصه بلس 300. انا هاجي اخد الخط دوت، الخط ده 6 بوصه، عايز احوله ل 14 بوصه، فالخط فين الجزء؟ فهاجي على التي دوت وانزل بيه كده ماشي يا باشمهندس، وهاجي دايركت على الفلانجة اقول له تروت. شايف له تروت؟ هو مش هيقدر يلقط الفلانجة، فتعالى نفعل الاند بوينت السناب سنتر بوينت الاند بوينت اهي، والنود سنتر بوينت شغال والنيرست مش قادر برضه يلقطها. ايوه كده بقى. شايف حضرتك هو حط لك اهو كونسنتريك ريديوسر اهو مباشر، وعمل لك تروت اللاين بتاعك كلها بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. عاجبك اوكي، مش عاجبك قول له نيكست. ايه الارنجمنت البديله؟ مفيش نيكست. لا والله طلع بيل من هنا نيكست، هو اصلا كاتب لك ايه؟ 3 من 5، يعني انت عندك 5 ارنجمنتس. نيكست نيكست. شايف خاصية الاضطراب بتسهل عليك، بتوفر عليك مجهود ضخم جدا يا باشمهندس. حضرتك ما تتخيلش الشغل ده هياخد معاك وقت قد ايه. دي افضل ارنجمنت انا عايزها، فانا هاخدها بالمنظر ده. شايف حضرتك الخط اللي انا عايز اعمله هنا دلوقتي؟ اولا الكونسنتريك ريديوسر مش عايز يجي على طول مباشر هنا، عشان ما يعمليش تربلنس داخل الفلو هنا عالي. فانا هعمل ايه؟ هاجي اعمل شويه اديت للخط. اول حاجه هاجي افصل الخط من اي نقطه عشان اقدر اغير الاليفيشن بتاع الخط ده، وهعدل الاليفيشن بتاع الخط ده ما يقلش عن 4 متر. البوتوم اوف فايب، فين البوتوم اوف فايب هنا كاين؟ ما يقلش اصلا عن 7 متر عشان الكليرنس هنا، خليها 6 متر 6000. لو حضرتك رجعت المحاضره اللي فاتت هتلاقي كاتب لك كده ان لو عايز اعمل اكسس واي هنا ما ينفعش الكليرنس بتاعي يقل عن 6 متر. طبعا انا ما اعتبرتش بيها هنا، فممكن اعدلها برضو. عايز تعتبر بيها اعتبر بيها، مش ازمه لو عايز تعمل على سبيل المثال يعني. نضرب بقى اكزامبل. عملت الخط بتاعي وعدلت الاليفيشن بتاعي. الحاجه الثانيه في الكونسنتريك ريديوسر مش عايز احطه هنا، انا عايز احطه مثلا في المسار بتاع الخط، فهتيجي نوت احسف النقطه دي والله يسيبها. تعال ممكن نجيب هنا كونسنتريك ريديوسر مباشره ونجربها سوا. فين الكونسنتريك ريديوسر؟ او الكونسنتريك ريديوسر انا برضه مش عايز كونسنتريك، انا عايز اي سنتريك ريديوسر، فهختار اي سنتريك ريديوسر واجي احطه في الخط دوت. اوكي، هو طبعا مش عارف انت عايز تعمل ايه، فانا هبدا معاه مبدئيا كده وهوريك الايديت بتاع الخط. اولا هو فصل الخط من هنا، فالخط كده اتفصل، بنعمل ديليت في الخط ده. الحاجه الثانيه الاي سنتريك ريديوسر، هاجي على الخط دوت هتلاقي فيه خيارات كتير. انا مش عايز اعمله ده خالص، انا عايز اعمله ايه؟ هعمله ان هو الخط اللي هنا ال 14 بوصه، فهاجي هنا عدد مسار الخط اللي 14 بوصه واقول له روت بايب، وابدا من النقطه دي واتحرك. طبعا هو مش قادر يعملها، فهيمشي معايا على قد ما انا فاهم. بص اسهل طريقه ليها، ما تعملش تراجع دروب دايما الريديوسر هيعمل لك مشاكل. بص تعال عند مسار الخط بتاعك ايه، وتعالى اختار سايز 14 بوصه وقول له روت بايب، وابدا من النقطه دي اعمل لها سيلكت وابدا بيه. شايف؟ وحط لك الريديوسر دلوقتي كل اللي مطلوب من حضرتك. شايف الريديوسر الاوتوماتيك بتاعه هو بيعمله دايما كونسنتريك. انت حذف البايب هو اللي بعدها، وهقول لك حذفنا البايب ليه. تعال نسيب البايب وبعدين نيجي على الخط دوت، في خيار ان انا اعمله اسنتريك، مش هيجيب لك اي سنتريك، موجود اسنتريك بس مجرد ما تعمله هيجيب لك الايرور ده. الايرور ده معناه ايه؟ معناه انه الخط اتغير مقاسه، فهيفصل من مكان عندك. فعشان ما يحصلش الايرور ده اعمل له ديليت ديليت، وخد الروت بتاعك اهوت وابدا من النقطه دي، وخد الخط وبعدين احذف البوصله ده، واقف على الريديوسر وقول له ايسنتريك ريديوسر اهو ايسنتريك، مفيش اي مشكله. فصل معاك برضه مفيش اي مشكله، خد النقطه بتاعتك اللي هي المربعه ده ويحطها على الخط بتاعك. هو للاسف لف معايا، مش قادر الف. انا عايز اعمل البيك بوينت، اعمل اوربت عشان البيك بوينت ما تضايقكش. وتعالى على النقطة المربعة دي أهو، لقطها ويحطها على الخط كده أهو، وكونتينيو ده أهو الخط. وبعدين أنا هاخد المسار بتاعي للبايب زي ما كنت، أحذف الخط ده كله. وأسهل طريقة زي ما قلت لحضرتك أعمل لها أوت روت. خلي بالك من السيلكت، مش هنسميها بالبي. أنا ممكن أجي أهو على فايل سيلكشن أول كونكتد بارتس، أقول له ديليت دي، وبعدين هاجي من هنا وأخد روت لاين، وهاخد الفرنج ده.
اول ما يلقط الاند بوينت بتاعتها تشوف الدائره الحمراء تضغط الكي. هو هنا ما ضغطش وبدا يرسم بالهواء. كنترول زد كنترول زد. طيب انا ممكن برضه امشي بالمسار بتاعي بالدايناميك انبوت وليكن لغايه هنا، وبعدين انقط النقطه دي. اول ما الاند بوينت تظهر المربع، ايوه معلش يا جماعه الجرافيكس عندي تقيل جدا وفي الويب كده من هتقابل المشكله دي. هيبدا يحط لك الخيارات اهوت، نيكست ده افضل ارينجمنت فيهم، نيكست برضه فيه ارينجمنت حلوين، ده اسوأهم، نيكست ده افضلهم، ونيكست مش هنظلم ولا حاجه. يبقى احنا عملنا مسار خط زي ما حضرتك شايف. طبعا هو حاطط هنا 2 نيبو زياده من شيء غير لازم. تعال نعمل الروتيت للبلف ده للنيبو ده، نعمل روتيت بين من الدايره ده، ونعمل له روتيت لصفر وناخد الاند بوينت نعمل لها تركيب مع النقطه، مش مشكله. تعال هات النقطه دي خد من هنا لما من هنا، نيكست 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 نيكست. طيب كنسل. هو افترض جدلا ان انا عايز الطول ده تحديدا، الغي الريبو ده خالص وخد من هنا لما من هنا. بص يا باشمهندس، طبعا انت لو معاك الدايمنشن بيبقى اسهل عليك جدا ان انت تمشي بالمتر، يعني احوض امشي كده 2 متر وبعدين احوض 90 درجه وبعدين امشي متر مش عارف ايه. والطريقه دي بصراحه ما بيبقاش فيها ديناميكيه خالص وانا ما بحبهاش. انا دايما بحب ان البرنامج يبدا يفكر معايا ويبدا يوصل معايا للفلانجه بالطريقه اللي انا عايزها، ودي من اكثر الطرق اللي فيها تعديل كتير. فانت ايه خليك سلس يعني مرن. يبقى كده الخط بتاعي انا عملته منين؟ انا ماشي معايا الخط اهوت ببرانش تي هنا، شايف تي مشى معايا ده تي هنا، خدت منه برانش وراح للفيزل الاولانيه وبرانش وراح للهيتر. ونفس القصه هنا ما حطيناش هنا ايزوليشن بالف عند الفلانجه دي، فده مش هينفع معانا، فنحط هنا ايه؟ ايزوليشن بالف. عشان احط الايزوليشن بالف اعمل ايه؟ نفس المشكله، هيبقى عندك مشكله هنا لو جيت حط الايزوليشن بالف. خليني اوريها لك، اتعرض انت للمشكله معايا، خليني اوريها لك. انا هروح اقول له باتر فلاي فالف عشان يبقى الدمج بتاعه بسيط شويه. هتيجي عند النقطه دي مش هتلاقيه براضي يلقط النقطه دي اصلا رابط على فلانجه، ومع ذلك هو بيقدر يلقطها يعني في بعض الفيزيتس هيلقطها وحط الفلف. انا اقول اوكي هيجيب لك ان في ايرور. الايرور ايه هو؟ ان المسافه بتاعت البلف، هو حط بلف اهو على فكره، بس البلف عمل كلاش مع الفلنجه. تعال نحسب ليه البيض اهو، وتعال نحسب الفلنجه، هتلاقي البلف لقط الفلنجه بتاعت دي. احسب البلف فلنج بلف ثاني، وتعال نحط البلف مجرد بديه هنا اهو لقط البلف بتاعك، وحط الاورينتيشن وحط الكاسكت، وانا هاجي الدايركشن بتاعه يا اما اتورى الريموت ولا صفر. حطيت انا كده بطر فلاي بالف صح كده؟ المسافه اللي هنا عشان البلف يحود ما يقدرش، حتفه القلب مع الفلنج ما تقدرش تيجي، فانت لازم تدي له سماحيه شويه. عشان ادي له سماحيه شويه اعمل ايه؟ خد القلب ده وارفعه لفوق شويه، سي مثلا ارفعه ل 100 بوينت، اي مش مشكله. وبعدين اعمل اوتروت عادي خالص، وروح اربط تاني على البلف على القلب. على فكره انا ممكن اوصله دايركت عادي، اي سبيسيفاي فين الاند بوينت. معلش شايف النيرست عشان هتعب كتير جدا مش شغال والله. طيب سنتر والميد بوينت فيهم، وخليه ياخد النوت او الاند بوينت، اهي الاند بوينت اتقطع اهي، عمل لك نوت للمسار بتاعك اهوت ولا بس. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت ايزوليشن بالف اهو اللي هو البتر فلاي بالف، وده ميزته انه ما بيخدش مساحه من الاساس حجمه صغير خالص خفيف خالص. وبعدين خدت المسار بتاعي، عايز ارجع تاني اخلي البيضاء دايركت مع الفلنج عشان ما ارفعش الباين بتاعي، نفس القصه ارجع نوت هيلقطها لك بقت دايركت مع فلانجر، ما عندكش اي مشكله. ماشي يا باشمهندس، يبقى اتعلمنا ازاي نعمل خط المسار ده زي نعمل خط المسار ده. ونفس القصه ممكن تقدر تحط له بريكنج فلانج لو عايز تحط له بريكنج فلانج، مش عايز تحط له بريكنج فلانج هيبقى كلود فيلد ويل، ما عندكش اي مشكله. نفس القصه لو انا عايز اجي على الاليفيشن بتاع الخط ده واحدد الاليفيشن ما يقلش عن حد معين، فهو هو ده البوتوم والفايب كام؟ 5 متر 906. انا اعمله تاب اضغط عليه الاول، وبعدين اعمل تاب تاب لغايه ما تيجي على البي او بي البوتوم اوف فايب، وخليها 6 متر 6000 اهو. اوكي هيأثر دي ويطول دي فمفيش اي مشكله. يبقى احنا كده ايه اتعلمنا ازاي نرسم خط طالع من هنا ونعمل التفاصيل دي كلها.
تمام يا باشمهندس، الباي بينج مفيش اسهل منه، وجميل جدا 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 وسلس جدا، وهتحبه كتير لما تمارس فيه، وجرب هيقابلك مشاكل كتير جدا. عايز اوريك مشكله مثلا من المشاكل اللي هتقابلك كتير جدا، ولازم تكون في النقطه دي. انا حذفت البلف هنا صح؟ شفت اتحذف ولا اي مشكله، هتيجي تعمل فول فالف وتروح تحط في النقطه دي وراجع الريديشن بتاع زيرو. لو جينا نعمل زوم على النقطه اللي اتحذفت دي يا باشمهندس، مع ان الفلانج ماتشنج مع البلف اكزاكت، بس في نقطه ميه كده. نقطه ميه دي يعني ايه؟ يعني الخط مش كونكتد. يعني انا لو جيت اهو على اللاين ده وقلت له اد سيلكشن واقول له الكونكتد بارتس، هتلاقيه رابط على الفيزل بس الخط اللي باقي مش رابط عليه. الحاجه الثانيه اللي دايما تظهر لك ان الخط ده ماشي صح فيه ولا لا، اعمل عليه سيلكت. الخط الاحمر كونتينيوس ولا لا؟ مش كونتينيوس، يبقى ده مش خدمه. لسبب ما احنا البلف ده اتحذف مننا، وانا مش عايز بقى ايه اقعد احذف عشان اعمل الكونتينيوتي. طيب عايز اوصل البلف ده بالخط، اعمل ايه؟ بتيجي على اي فلانج ده او البلف وتقول له رايت كليك، هتلاقي فيه خيار هنا اسمه كونكت كومبوننت تو ادجسنت. تقول له كليكها وتقول له انت عايز تكونكت مع الفلانج. بمجرد ما ربطته مع الفلانج ظهر سيمبل جاست اهو، ولما تعمل خيار للخط هتلاقي الخط كونكتد زي ما انت شايف. تاني الخيار اه رايت كليك، وهتقول له كونكت، ما عادش ظاهر هنا لانه ما كانش موجود. انا ممكن ببساطه خالص اعمل ديليت الجاسكت. في ده الجاسكت على فكره يا جماعه، ده السيمبل بتاع الجاسكت اهي، اقف عليها واعمل لها ديليت، هيعمل لك ديسكونتينيود للخط، الخط مش كونكتد دلوقتي. فانا هاجي على البلف ده اقول له رايت كليك واقول له كونكت كومبوننت تو ادجسنت، مش هتظهر غير اذا كان في ليك، يعني اذا كان في اند اوبن اند، فهتقول له كونكت تو ادجسنت ده وتختار الفيزن، فهيقوم حاطط لك الجاسكت بالسيمبل بتاعها ده. ده معناه ان هو هيحط لك في الام تي او جاسكت والسب بولز بتاعته. نفس القصه هي رايت كليك واقول له كونكت كومبوننت تو ادجسنت واقول له ده. نفس القصه هي تختار بقى البلف، هتلاقي البلف كونكتد من الاول للاخر، والمفروض الخط الاحمر ده بيرسم لك كل الاريا اللي كونكتد مع بعضها. معايا يا باشمهندس؟ عايز برضو تتاكد ان مفيش اي مشاكل عندك؟ اه في رايت كليك وقول له اد تو سيلكشن كونكتد بارتس، فالمفروض يعمل لك ايه؟ يعمل لك سيلكت للفيزل الاولانيه والفيزل الثانيه والفيزل الثالثه. يبقى انت فاهم اوتوماتيك ان الخط كلها كونكتد ببعضه لين وصل للاند بوينتس بتاعتك. ان شاء الله هنقف عند كده. المحاضره الجايه هنبدا ازاي اعمل بايبنج اكتر من كده، يعني انا من خط ثاني ازاي اعمل برانشز من الخط ده، ازاي اعمل درين بوينتس. ان شاء الله هنعمل شويه حاجات بسيطه دلوقتي، لكن المره الجايه هنكمل الكلام ده كله. ازاي ابدا اعمل سبورتات للخط ده، ازاي ابدا اشتغل على الايزومتريك جنريشن، وهنتعلم الحاجات دي كلها. الحاجه اللي عايز اقولها لك، معلش تعالى يا باشمهندس، بص انت تقدر تعمل برانش من اي بايب قدامك في اي مكان. كل اللي مطلوب من حضرتك حضر حد مقاس البرانش بتاعي مثلا عايز 2 بوصه، وهو عند نفس التاج نمبر، وتقول له رود بايب، بس اتاكد حضرتك ان النيرست شغال لانك انت عايز تاخد من اي مكان، فهقول له النيرست شغال اهوت، وهقول له 2 بوصه رود بايب. واجي عند اي نقطه مثلا على سبيل المثال عند النقطه دي، اول ما الخط يزرق مع حضرتك شايف كده، اول ما الخط يزرق مع حضرتك زي كده تضغط كليك، هتلاقيه طلع لك ببرانش. البرانش اهو شايف البرانش اهو. طب انا عايز البرانش من تحت، اعمل كنترول ورايت كليك، هو البرانش هيجي لك من تحت. ده مثلا انا عايز اعمله درين، اهو درين. ماشي يا باشمهندس، انا عملت درين اهوت، ولو جيت عند النقطه دي، ده هي ستوب ان كونكشن. ده هي ستوب ان. يعني ايه ستوب ان؟ يعني ولد وشايف الخط الاحمر عامل لك الكونتينيوتي، وهنا مفيش فيتنج خالص. احنا بنعمل فورم هنا في البايب، وبنحط البايب الثانيه، وبنعمل له لحام بحاجه اسمها الستاب ان ارينجمنت، ودي لها ازمه صدر كبير كده طويل عريض في طريقه اللحام وطريقه التركيب وطريقه الخرم، لها تفاصيل كتير جدا. ماشي يا باشمهندس، يبقى انت عملت برانش من اي نقطه، اي نقطه برضه. انا عايز برضه اجي ان هو اعمل بنت على اعلى نقطه في الخط على سبيل المثال، هنرجع للديت كمان شويه، لكن انا هاجي مثلا على اعلى نقطه وافندت فيها، فانا عايز اجي هنا اعمل فينت نفس القصه. وعايز اعلم حضرتك حاجه لو سمحت، عشان البرنامج ما يضايقكش وما يبقاش تقيل، هتعمل هنا على اللاين سيلكت اد سيلكشن اول كومبوننت، وحتى دي بلاش دي اكتر، هات اللاين نمبر ده نفسه اد سيلكشن انتاير لاين نمبر ورايت كليك وقول له ايزوليت اوبجكتس. هيقوم خفيرك كل حاجه باستثناء الخط اللي انت شغال عليه، يبقى هو ده الخط اللي انا شغال عليه، لان مفيش جرافيكس والجهاز بيبقى سريع معاك ويشتغل بقى زي ما انت عايز. انت خلاص عملت الكونكشن بتاعتك على الاكيوبمنت اللي انا عايزه، خلاص انا عملت الكونكشن. فهاجي هنا عايز اعمل هنا فينت
للخط ده عند اعلى نقطه، عشان وانا بعملها هيدرو تيست مثلا اعمل الفنت دايما بثلاث ارباع بوصه، هي ثلاث ارباع بوصه وهوت بايب، وتعالى عند النقطه دي عند اي نقطه بقى، يعني انت طالما حددت تقدر تجيب عند نيرست، تقدر تجيب مش عارف ايه سبيسيفيك بوينت زي ما انت عايز، وانت معاك الدايناميك جيم وتقدر تتحرك برضه زي ما انت عايز، تعمل كنترول رايت كليك تاكد ان البوصله جايبه لك اللي فوق، وهنختار الخط بتاعك بالمنظر ده وتقول له اوكي. يبقى انا ايه عملت ايفنت برضه نفس القصه بالطريقه اللي حضرتك شايفها، وهنيجي يعني نحط له مثلا جيت فالف صغير كده دمه خفيف، ومجرد ما هتيجي على الخط والهاندل بتاعه الجهادي، وهنجيب اندكاب عشان تبقى حضرتك شفت كل حاجه. الاندكاب اهيت في نوعين من الاندكاب، لا والله نوع واحد اندكاب، اندكاب بيفل، وهاجي هنا وتطبقها لانه بستخدمها اثناء الهيدرو تيست فقط. يبقى انا كده ايه عملت برانش من الخط من الاكزيستنج لاين، ولما تعمل هتلاقي الخط الاحمر واصل له الكونتينيوتي بتاعته سيسابول ميجان. تعالى على الخط الدرين الاثنين بوصه نفس القصه، هاجي احط له بلف، فهاجي هنا على الجيت فالف او الجلوب فالف وات ايفر نوع البلف اللي انت عايز تحطه، وتاكد ان هو عايزه الحام ولا عايزه ثريدد نفس القصه. ده فلانج دوت، ده سوكيت ويلد، تعالى نجيب سوكيت ويلد، وهتيجي عند الاند بوينت بتاعتك ده وتقول له الاورينتيشن بتاعتك في زاويه بصفر مثلا، وخلاص كده انا حطيت البلف، ارفعه فوق شويه، اختار ودور، ارفع اقصر الوسط دي شويه، اهي وصلتها، وتعالى خد الكونتينيوتي بتاعتك من هنا، او ممكن حتى تجيب بلاك تحطها بالبلف دايركت، فهتلاقي ان هو حاجه اسمها ايه بلاك، البلاكات هنا اهي اكس بلاك، بس ده مش 3 دي، ده سوكيت ويلد، لو 3 دي كنت قدرت تحط له بلاك. فماشي هنطلع برضو ايه كونتينيوتي حاجه صغيره دوت، وممكن هنا اجيب ايه نجيب جلبه وطبق بيها الخط عشان يبقى الخط كلياته ايه مقفول، طبق وطبق بيها الخط. ماشي يا باشمهندس، يبقى انت كده برضو اتعلمت ازاي تعمل درين خط درين خط رند. نفس القصه، تقف على الاورينتيشن بتاعه، الهاندل بتاعك عايز تلفها زي ما انت عايز تلفها، تقف على الدايره الحمراء ولفها زي ما انت عايز اهي عشان الاكسسبيلتي بتاعت البلف. نفس القصه في الدرين لاين دوت، لو عايز تلف يمين لو عايز تلف شمال، تقف على البلف ولفه زي ما انت عايز، الدايره الحمراء دي بتلفه زي ما انت عايز، عايز ترفعه لفوق شويه او تنزله تحت شويه، عندك النقطه الزرقاء اهي وانزل بيه تحت شويه، مفيش اي مشكله. عايز احدد المقاس، يعني مثلا الوصله اللي تحت دي تبقى 100، تضغط كليك وهتلاقي الدايناميك بوند تشتغل اهو، اضغط 100 هيبقى الوصله دي كلها 100 مللي، وهكذا. تقدر تعمل كل اللي انت عايزه يا باشمهندس. خلاص عملنا الخط، اعمل سبجكت اسمه ايه ايزوليت، وقول له اند اوبجكت ايزوليشن، هيظهر لك البلاند كامل تاني. بس انا عملت الحاجات دي في خفاء من الاكيوبمنتس عشان الجرافيكس ما يوجعش. يبقى اتعلمنا نعمل خط ببساطه دي، نعمل فيه ترين، نعمل فيه ايفنت، نعمل فيه الكلام ده، وتعلمنا يعني ايه ستوب ان، ان هو ايه ولد بيطلع من البايب على طول، وان شاء الله هنتعلم كمان شويه ازاي نغير الستوب ان ده يبقى السوكلت ولا ويردلت ولا الكلام ده كله. ده لو جيت هنا برضو هتلاقي برضو ستوب ان، هو عامل الاعدادات بتاعته ان ده برضو ستوب ان. هعلم حضرتك ازاي نعدل الكلام ده كله ونعمله مواصفات مختلفه لما نيجي نشتغل على السبيك اديتور. طيب شفنا اول خط بايبنج، عايز حضرتك تمشي ده في البايبنج على قد ما تقدر. ان شاء الله هنبدا نعمل الخط اللي هنا عشان نتعلم حاجه اسمها الكات باك كلمه، ونبدا نعمل بايب تاني، ونبدا نعمل اكستراكت للبايبنج. بس قبل ما نعمل اكستراكت للبايبنج هنبدا نعمل شويه سبورتات، ويمكن نعمل خط تشارج لاين طالع من الطرمبات دي بيوصل على التانك عشان يبقى عندنا اكتر من خط نتكلم عليه. خليني افكرك بحاجه بسيطه كده، انا قلت لك ان البرنامج ده اصلا مني بتاع ايزومتريكس، وبيعمل ايزومتريكس بطريقه جميله جدا، وان شاء الله هنتكلم عن الايزومتريكس لانه اصلا عامل لها تابع كامله وفيها تفاصيل كتير جدا هنتعلمها ان شاء الله المحاضره الجايه. لكن في نقطه هنا حابب ان انت تتعلمها، دي صعبه شويه، انا كنت بلاقيها بصعوبه. شايف حضرتك لما يكون عندك برانش زي ده، شايف حضرتك لما يكون عندك برانش زي ده وتيجي على الكورنر بوينت دي، انا اقدر احرك منها الخط، اقدر احرك منها البرانش بتاعك في يمين او شمال كده. كمان ان انت لو جيت اخترت النقطه دي وعملت عليها رايت كليك، هتلاقي مكتوب حاجه اسمها اد ري انفورسمنت باد. اد ري انفورسمنت باد بمجرد ما تختارها، شايف هو عمل باده من نفس البايب اللي فوق اللي هي الكبيره دي، باده من نفس البايب الكبيره دي، معلش يا شباب بتاع بسرعه،
عمل رينفورسمنت بقى اللي هو بدا من نفس البايب الكبيره اللي هي البايب دي كانت حوالي 6 بوصه، وبيدعم بيها البايب اللي ستوب ان اللي داخله دي. نفس القصه دي تقدر تعملها في الثلاث ارباع اللي هناك ده، وتقدر تعملها في اي حاجه. كل اللي مطلوب منك تاني هتيجي تختار البرانش اللي انت عامله ده، هيحدد لك النقطه دي. لما بتختار النقطه دي رايت كليك هتلاقي عندك اد رينفورسمنت باد هيضيفه لك بالمنظر ده. ماشي يا باشمهندس، وطبعا ده بيعملوا ريفلكت على الايزومتريك، بيعملوا ريفلكت في كل حاجه. تمام يا باشمهندس، يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل كده. حاجه تانيه كنت عايز اوريها لك، الخيارات البديله. تخيل في اي وقت انا رجعت في كلامي وقلت لك لا والله البلف ده انا مش عايز الجيت فولف زي ما حضرتك قلت، انا عايز البلوك فولف. ما توجعش قلبك، كل اللي هتعمله هتقف على السهم دوت، هتلاقي كل البروف انواع مختلفه الماتشنج مع الريكويرمنت بتاعتك اللي هي تبقى فلانج وكلاس 300. اختار اي بلف منهم، سي مثلا انا عامله بلوك فولف، هو هيعدل البايبنج على حسب البلف اللي انت اخترته. البلف اللي احنا اخترناه بلوك فولف وسكت ويل، فهو عدله بلوك فولف وسكت ويل. نفس القصه لو جيت دوت وقلت له فلانج، تختار اي فالف فلانجد من هنا مثلا، وليكن ده، والله ده مش فلانجد ماشي، وليكن ده تاني بول فالفنج بارت بثلاث اربع بوصه، ده السبيك اصلا ما فيهوش فلانجد هنا، ده سوكت ويل تريست فيس اهو. بمجرد ما تحط البلف هيحط لك بلف بالفلانجيت بدين الفلانجتين بتوعه بالجاسكت بالارنجمنت كلها كامله، وهتلاقيه اتحط في ثانيه واحده. طيب عندنا برضو مشكله ان البلف ده طالع بره والاكسسبيلتي بتاعته صعبه، فانا عايزه يبقى جوه، وهو اصلا عامل كلاش مع الهاندريك اهي زي ما حضرتك شايف، حرق من الجهه دي، وعايزه ايه مثلا؟ قول مثلا 200 متر ما اتحركش صح؟ ما اتحركش. طيب اختار الخط ده تاني، معلش تاني تاني، وقوله مش راضي يعمله، ثواني نعمل سيلكت اد سيلكشن، نقول له اول انتاير لاين، ونقول له ايزوليت اوبجكت، وخلينا نشوف ايه المشكله. شوف يا باشمهندس احنا تاكد بس ان الريس شغال، النيرس شغال، نقدر نعمل سناب نقدر نحركه، احيانا بيرخم بس احيانا بيتحرك عادي، وليكن مش فاضي. طيب يمكن الريانفورسمنت بدي من هنا، ماشي هو اتحرك اهو، اختار الباب اللي فوق ده وتحركه زي ما حضرتك شفت، وممكن تختارها وتحرك اكتر من كده. يعني انت لو شغال على نيرست اوت وكتبت له 100 مللي هيتحرك 100 مللي، يعني نفس الدايمنشن اللي انت عايزه على طول. اعمل اند اوبجكت ايزوليشن تاني، ايزوليت اند اوبجكت ايزوليشن تاني، ما عادش عامل فلاش مع هاندريل وبقى اكسسبل من البلاتفورم، وتقدر تحركه بالمنظر اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. والبرنامج دايناميك جدا 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 في قصه البايبنج، تقدر تعمل البايبنج اللي انت عايزه بمنتهى السلاسه وبالطرف النص. نعمل كنترول اس ونفتح المجال للحوار، اللي عنده اي اسئله يا شباب يا ريت يتكرم علينا ويقول اللي هو عايزه. بص يا باشمهندس عبد الرحمن، انا هنا بعرفك بس ازاي تعمل الاكيوبمنت ارينجمنت، ازاي تعمل اللي هي ازاي تعمل الكلام ده كله بدون الدخول في بعض التعقيدات اللي انا سايبها للاخر، هتبقى بالنسبه لك اوردر بس بسيط خالص انت بتضيف. لما بنيجي نعمل بلانت زي ده بنعمله المنظر اللي احنا عاملينه ده، ان انت تعمله لير او تعمل كومنتس او تعمل الكلام ده كله، احنا بنعمله ملفات. يعني ايه ملفات؟ خلينا اقول لك احنا كده خلصنا دي. يعني لو حد عنده اي اسئله ان شاء الله افتحها تاني، خليني هروح افتح لك البروجكت اللي هو السامبل بروجكت. السامبل بروجكت اهو، اوكي يس. بص يا باشمهندس، لما بنيجي نعمل اي بروجكت في الدنيا كلها بنعمله اريا، الاريا الاولانيه والاريا الثانيه والاريا الثانيه ده، وكل اريا بنعمل فيها ملفين او ثلاثه. الملف هنا هو بيعمل هنا البايبنج والاكيوبمنت بي اي والاستراكشر، الاستراكشر والفاونديشن اس تي، وبعدين يحددوا. لو فتحت واحد من ده مثلا على سبيل المثال هتلاقي بايبنج واكيوبمنت، علشان لما اجي اعمل اكيوبمنت لي اوت مش هروح بقى امسك بايب ببايب واخفيها، لا هتلاقي جاهز على طول كده. لو جيت هنا بصيت عملت اكس ريف، اكس ريف مسافه اكس ريف مسافه، شايف هو عامل كام لاين او كام بايب معمولين لودد، دي الحاجه الاصليه اللي عندك اصلا، وشايف دي الملف لوحده عامل له لود، ودي ملف لوحده عامل له لود، ودي ملف لوحده عامل له لود، ودي ملف لوحده عامل له لود، وده جريد ملف لوحده عامل له لود. يعني انا لو عملت له اون لود ده وعملت له اون لود ده
وعملت له انلود ده انلود ده انلود انلود. يبقى الاريا دي كل اللي اترسم فيها ايه؟ التانكين ده هم بشويه الاكيوبمنت ازاي بالبايبنج. فين السبورتات يا باشمهندس؟ مفيش سبورتات. فين الفاونديشن يا باشمهندس؟ مفيش فاونديشن. فين يا باشمهندس القواعد حتى بتاعت دي؟ مفيش قواعد بتاعت دي. ليه يا باشمهندس؟ لانه زي ما بقول لحضرتك انا في اي وقت محتاج اطلع بايبنج جنرال ريجمنت درونج او بايبنج لاي اوت. السبورتات دي كلها وانا برسم اللاي اوت او اظهر السبورتات دي كلها بظهر اللاي اوت هيبقى الموضوع كومبليكيتد جدا وصعب جدا ان انا اعمله. فهمنا يا باشمهندس؟ فانا بعمل ايه؟ باجي في الاول خالص لما اجي اعمل المشروع، طبعا مش هسيب كل ده كله، هعمل نيو بروجكت. بتعمل مشروع من اول وجديد. تعال نرجع للمشروع تاني. حالي بلاند مثلا. بعمل ايه يا باشمهندس؟ بعمل اول حاجه نيو درون نيو فولدر، واقول الاريا الاولانيه اريا 001، وجوه الاريا 001 ده بحط فولدر جديد نيو درونج جديد، ده هي مخصوصه بتاعت بايبنج فقط، فانا اقول له بايبنج 001 معايا. ده هي اللوحه اللي انا هرسم فيها البايبنج فقط، واللوحه اللي بعدها اللوحه اللي بعدها اقف على اريا برضه 001 ده واعمل رايت كليك واقول له نيو درونج ستراكشر درونج اللي هو ستراكشر 001 معايا يا باشمهندس. وهكذا الاستراكشر ستيل كلها دول بفتح اللوحه بتاعت الاستراكشر ستيل وابدا ارسم فيها. فانا هعمل هنا اللوحه بتاعت الاستراكشر ستيل افتحها وابدا ارسم الاستراكشر عادي خالص اللي هو اهو استراكشر، وابدا ارسم ممبر هذا اللاين بتاع شويه استراكشر اي هبل في اي هبل اهو ماشي. ده الاستراكشر بتاعي انا عايز ارسم بايبنج على الاستراكشر ده. باجي على اللوحه بتاعت البايبنج واقول له اوبن هي مفتوحه البايبنج اهي، وبعدين اقول له اكسرف اكسرف واقول له ضيف اللوحه دي اللوحه بتاعت الاستراكشر. يجيبها منين اللوحه بتاعت الاستراكشر؟ من البايبنج. فاقول له نو لود وهاجي على المشروع بتاعي. المشروع بتاعي كان اسمه حليم في الدوكيومنتس، حليم بلانت في الدوكيومنتس. هتلاقي هنا حاجه اسمها البراند 3 دي موديلنج، هتلاقي اريا 001 واقول له الاستراكشر واقول له لود ماشي، واقول له اوفرلاي وسبيسيفاي اون سكرين ده 7001 ده وهي اتشمنت ولوك معايا كده. هو عامل ايه؟ كده هيعمل اكس ريف للستيل ستراكشر ماشي. لودد لودد الستيل ستراكشر مش ظاهر، الستيل ستراكشر مش ظاهر. المهم الشيء من القصه يعني ببدا اشتغل بايبنج على الستيل ستراكشر اللي انا جبته من هناك. زوم اول برضه الستيل ستراكشر مش ظاهر. طيب تعال نقول الستيل ستراكشر ده ونقول له فين؟ احنا في البايبنج اكس ريف اكسل فرونت الستيل ستراكشر الستيل ستراكشر نقول له ريلود. تعال نقول له نوت اكس ريف لايف ونقول له اتش وبعدين نقول له ريلود. بقول لك دي اتش خالص حطها انا عايز احط الستيل ستراكشر نقول له انا اسف انا ما حفظتش. طيب لو جيت على الستيل ستراكشر هنا يا باشمهندس خلاص انت حطيت على فكره. لو جيت على الستيل ستراكشر هنا قول له كنترول اس احفظ بس الملف دوت وتعالى على البايبنج ارينجمنت هتلاقي جايب لك هنا ايه؟ لانه خلي بالك عندك اكس ريف والاكس ريف ديفل موديفيكيشن، بمجرد ما بتضغط عليه بيبدا يجيب لك التشنجز بتاعت الموديفيكيشن بتاعتك ويحطها. شايف انا الستيل ستراكشر بتاعي داخل معايا وببدا انا اشتغل هنا البايبنج بس. يعني هنا انا هبدا اعمل روت للبايبنج بالاعتماد على الستيل ستراكشر نفسه. بالاعتماد على الستيل ستراكشر نفسه بس انا شغال هنا ايه؟ بايبنج فقط. فانا لما اجي اعمل مثلا اكيوبمنت لاي اوت بحطه في الستيل ستراكشر او بعمل ملف جديد نيو درون واعمله مثلا بتاع الاكيوبمنت معايا يا باشمهندس. ولما تيجي تعمل الاورس درونج على حسب الملفات اللي انت عامل لها لود هو يعملها. يعني مثلا انا بعمل كريت اورس درونج اهو ومختار الاكيوبمنت ومختار البايبنج ومختار الاستراكشر هيجيب لك كل حاجه مع بعضها معايا. مختار مثلا الاكيوبمنت بس وعامل دي اتاتش للملف اهو الاكس ريف. انا عايز هنا البايبنج انا عامل هنا مين الستيل ستراكشر زي دوت والبايبنج ظهر مع ان ده ليه ده ملف وده ملف. لما اجي اعمل كريت اور سيجنال درونج الاريا ده اهي نيو درونج واعملها 003 مثلا هيجيب لي كل اللي هو شايفه في الاريا. فاهمني يا باشمهندس؟ كل اللي هو شايفه في الاريا اللي هو شويه الستيل ستراكشر وشويه البايبنج. لو قلت له اوكي هتلاقي رسم لك الاثنين. طب انا لو شلت الستيل ستراكشر وقلت له ابديت للدرونج هيشيل لك الستيل ستراكشر.
لو شلت الاكيوبمنت قلت له ابديت رونج هيشيل لك الاكيوبمنت وهكذا. فاحنا بنشتغل دايما بريفرنس فايلز، لانه دايما بيبقى عندك ملف اكيوبمنت وملف بايبنج وملف ستيل ستراكشر، وان شاء الله احتمال نتعرض في المشروع. لكن هو الفكره كلها ايه؟ ان انت بتعمل ريفرنس لاينز ازاي؟ زي اللي سام البروجكت بالظبط ما هو عاملها. يمكن سام البروجكت مش موضحها اكتر، احنا بنستخدمها اكتر في الاكيوبمنت، ان احنا دايما بنفصل الاكيوبمنت عن البايبنج عشان لو عايز تطلع ايه اكيوبمنت لاي اوت في اي وقت. ارجع تاني حضرتك لسام الدرونج، لسام البروجكت اهي اللي هو مديها لك. شوف حضرتك لو فتحت الجريد ده الواحده الماستر، الماستر ده هتلاقيه حاطط لك كل حاجه، الاريا الاولانيه والاريا الثانيه والاريا الثالثه، مع ان الماستر فايل ده ما فيهوش اي حاجه. انا لو عملت دي اتاتش لكل الفايلز اللي فيه مش هيجيب لي اي حاجه، هتلاقي ملف فاضي. اكس ريف، اضغط بس على الامر بتاع الاكس ريف عشان تعرف تعمل ايه. اكس اكس ريف لسه بيحمل. تعرف منين؟ اضغط على الاريا هتلاقيه عامل لك سيلكت الاريا كلها سواد ازرقت كلها اهي. تضغط على الباك ده هتلاقيه واخد لك الباك باك كلها بلوك. تضغط على دي هتلاقيه واخدها كلها بلوك وهكذا. تضغط على اكس ريف هتلاقي الماستر فايل ده كلياته ما فيهوش اي حاجه. الماستر لو فتحته هو لوحده وعملت له دي اتاتش للملفات دي كلها هتلاقي ملف فاضي معايا. لكن هو بيحمل ايه؟ على حسب هو عايز يعرض ايه، وعلى حسب هو عايز يعمل اورثوجونال درونج لمين. هيشيل، انا عايز مثلا الاريا كامله البلانت كامل اعمل له اورثوجونال درونج، عايز اعمل اريا واحد لواحد، انا عايز اعمل البايبنج بتاع اريا واحد لواحد، انا عايز اعمل الجيومنت بتاع اريا واحد لواحد، انا عايز اعمل الاستراكشر بتاع اريا واحد لواحد وهكذا. انت بتشتغل بالاكس ريف تضيف بايبات وتشتغل، تبقى انت عارف انت شغال في اللوحه دي. وده اعمل لو سمحت افتح السامبل بروجكت موجود عند الناس كلها وافهم الطريقه بتاعته هو عاملها ازاي. ان شاء الله احتمال كبير جدا نتعرض لها المحاضره الجايه وهوريك فيها تفاصيل كتير. طولت على حضراتكم كتير جدا بس انا اسف. لو عند حد اي سؤال يقول لي لو سمحت. مش طبعا في امكانيه ان احنا نضيف مزيد من القطع جدا مش عايز اخش فيها، بس خلينا نقول في عندنا حاجه ان هو اسمها البايو سبيك. لو رحت على اي بايو سبيك اهوت وفتحتها في حاجه عندي اصلا اسمه الايديت سبيك، ده برنامج تاني خالص اسوشيتد مع البرنامج اسمه اوتوديسك اوتوكاد بلاند 3 دي سبيك اديتور. ماشي، بجيب فيه كتالوجات. يعني ايه كتالوجات؟ يعني انا مثلا انا هكنسل، معلش كنسل برضه دي برضه كنسل. انا عايز اعمل نيو بلاند، نيو سبيك، سميها السبيك اللي انت عايزه، سميها مثلا حليم. وبعدين هو هيقول لك اعمل لود للكتالوج اللي انت هتشتغل عليه. شوف عندك كتالوجات قد ايه يا باشمهندس؟ الاي ام ستاندر، الاز ام ستاندر اهوت، والاي ام ستاندر في دفتر اي ايرن بايب، بلاستيك بايبز، ستيل بايبز، فالفز بايبز اند فيتنج بتاعت الازمي، والفالفز بتاعت الازمي، الاي دي دبليو دبليو اي بايبز اند فيتنجز. كل الحاجات دي انت تقدر تضيف منهم اي حاجه بما فيهم الاستراكشر والسبورتس كمان. الاستراكشر اللي انت بتشتغل دوت ده كتالوج تقدر تخش فيه بتاعتك فيه وتعمل فيه كل اللي انت عايزه. المهم الشاهد من القصه يعني ان انا اقدر اعمل السبيك وبختار الكتالوج، والكتالوج بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا، بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا تقدر تفتحها من هنا. فبمجرد ما تيجي تعمل السبيك بتاعك هتلاقيه حمل الكتالوج. الكتالوج مثلا بتاع الاي دبليو دبليو اي ده فيه الاف الايتمز، الاف مؤلف، مليون حاجه وحاجه. هتلاقيك مثلا ايه اللي انت عايزه مثلا بتشتغل عليه، ما بتشتغلش على كل حاجه في الكتالوج. الكتالوج مثلا فيه مثلا وليكن مثلا عدد البايبات الموجوده فيه 10 انواع من البايبات المختلفه، بس انا عايز منهم واحده بس، 1000 نوع من انواع الفيتنج، بس انا محتاج منهم 10 بس بشتغل بيهم وهكذا. لما نيجي نعمل سبيك اديتور ان شاء الله، لما نيجي نعمل اسمه ايه سبيك خاصه بمشروعنا ان شاء الله هنتعرض للكلام ده كله. طبعا تقدر تيجي هنا تفتح كتالوجات ثانيه. البرنامج فيه حوالي 9 أو 10 كتالوجات جاهزه. الكتالوج ده فيه الاف البايب سبيكس، ان انت تقدر تطلع منه الاف البايب سبيكس. ان شاء الله هنتعلمها بالتفصيل، انا بس حبيت اديك نبذه مختصره عنها. وتقدر تعمل كاستم بارتس كمان، يعني حاجه في دماغك عايز تصنعها خش البرنامج اقول له بس الدايمنشن بتاع دي الاند، الدايمنشن بتاع دي ايه، بتتوصل ازاي، يبقى انت عملت ستاندر جديد. وانت باشمهندس مبدع الحمد لله، بتخترع حاجات جديده او عندك مصنع جديد بتعمل فيه بلاستيك خاص بيك او ستاندر خاص بيك. طيب اي اسئله يا باشمهندسين؟ اتفضل يا باشمهندس. طب كده الحمد لله احنا خلصنا محاضره النهارده، وان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نخش في تمعن اكتر في تفاصيل اكتر للبايبنج، ونبدا نتعلم ازاي نطلع منها ايزوبتريكس. كلام كتير جدا فيها هنتمعن فيها المره الجايه، واشوفكم على خير ان شاء الله. اللي عنده اي اسئله يتفضل يقولها.
لينك الحضور الشباب هيشيروه دلوقتي، اللي عايز يفتح المايك ممكن يتعلم. أنا كده خلصت الشغل. شكرا جزيلا لحضرتك على تعبك النهارده، وطولت مع حضرتك كتير يعني، جزاك الله خيرا يعني على ساعة الصدر.